الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في إذاعة وطني. نحن في نقاش مفتوح حول الغش في الجزائر والتغيير. الموضوع هذا الموضوع واسع كبير، نحاول إن شاء الله من خلال هذا النقاش نثريه ونحاوله هو أن ننفع بعضنا البعض من خلال هذه المعلومات التي ترد أثناء هذا البرنامج. تحق بنا الآن الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري مرحبا بك. أخ نوري، أولا رمضان كريم لك والعائلة نتاعك ولكل الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا. الموضوع تاعنا اليوم الأخ نوري هو حول الغش. وش هو الغش بداية وش هي الأنواع نتاعه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، شكرا الأخ نوردين. في البداية أولا لابد يعني الإنسان أن يعرف باللي أن هذا المفهوم الذي أصبح في الواقع ظاهرة هو في الحقيقة لابد من التطرق إليه حتى أنه نحد من انتشاره ونصل إلى فهم يعني الأسباب التي جعلته ينتشر بهذه الصفة. في الحقيقة أنه أي واحد منا لا يمكنه أن يتقبل فكرة بأن الأمم أو الحضارات قامت وازدهرت من خلال ممارساتها لظاهرة الغش. يعني هذا الكلام لو تقول لأي واحد، طفل صغير، واحد اللي عمره ما قرأ ما فهم ما يعرف والو، ما يتقبلش منك هذا الكلام. وعلى هذا الأساس لا يمكن كذلك أن يسلم أي أحد منا وأن يعيش في الدولة المطمئنة ويرتاح إلى نظام قوانينها والأمن القائم بها من دون التجنب أو الابتعاد كل الأفراد والجماعات عن ظاهرة الغش. لذلك كلما عدنا إلى التاريخ مثلا وبحثنا في آثار الأمم، كلما نظرنا إلى أمة من الأمم وبحثنا في آثارها نجد أنه لا وجود لحضارة باقية الآن نشوفوا الآثار نتاعها لأي أمة من الأمم بنيت على الغش والخداع والمكر وما شابه ذلك. و عندما نتكلم عن الغش في هذا المجال نقصد بالذكر كل الجوانب، سواء كان ذلك في الجانب المعنوي أو الجانب المادي، وتلك وعلى الجانبين ترتكز بناء الحضارة الراقية المنشودة، سواء كان ذلك من خلال المعاملات والعلاقات والمواقف وما شابه ذلك، أو كان ذلك في التخطيط والبناء والمشاريع والاستراتيجيات والوظائف وما شابه ذلك. ولذلك قبل أن نختم هذه المقدمة نجد أن للغش بقعة جد واسعة في الواقع، أي يمكنها أن يتغلغل في كثير من المجالات وينتشر بسرعة، سواء كان ذلك يمس الجانب المادي أو الجانب المعنوي. إذن ما هو الغش؟ الغش في اللغة هو مصدر الفعل غشة،
يغش غشا، غاش غشاش، والمفعول هو مغشوش. والغش هو يعني أمر معروف، يعني واحد يقول الغش، وش هو هذا الغش؟ هل هو يعني انفعال؟ هل هو يعني هو في الأساس هو سلوك، هو سلوك منحرف، هو سلوك منحط، هو سلوك منحط دنيء ناتج عن تطبع صاحبه أو الإنسان الذي يقوم به عليه بخلق مذموم، هو يدخل في طائفة الخلق المذمومة. مثله كمثل الخيانة أو الحسد أو الطعن في أعراض الناس أو غيرها من الأخلاق المذمومة الأخرى. وفي التعريف، الغش في اللغة هو بعبارة بسيطة هو نقيض النصح أو عدم النصح. كيف ذلك؟ بمعنى أنك تخفي العيب في الشيء أو تغطيه وتزينه حتى لا يستطيع أن يتطلع عليه الطرف الآخر. هذا حسب التعريف اللغوي. ومن مفردات أو مرادفات الغش عفوا، نجد مثلا هناك مرادفات كثيرة، نجد الاحتيال، الإخفاء، التضليل، التدليس، التمويه، الخيانة، الخدعة، الكذب، المكر، المراوغة، النصب، النفاق، الغدر، وهناك مرادفات كثيرة أخرى. ومن الأضداد نتاع كلمة الغش نجد مثلا الأمان، الإخلاص، الاستقامة، الحقيقة، الصدق، النزاهة، الوفاء وغير ذلك. الآن نسمع الكثير يقول مثلا الغش في 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 اللبن، هذا كان مصطلح معروف عند العرب، كان يعني لما كان الغش كان قليل ما كانش بزاف كنا نسمع به فقط في اللبن. أو يقول لك في الذهب، وهذا معروف حتى الآن، أو في الدقيق كذلك معروف. تقصد الأخ نوري، ثم باش نلطفوا شوية الجو خاصة أنه نحن في شهر رمضان، تقصد يعني تما بكري لما كانوا يغشوا يعني يزيدوا قال مثلا شوية ما في الليترة نتاع حليب، مش كيفما الآن صاروا يجيبوا لحم الحمير ويقولوا هذا لحم الخروف. نعم هذا هو قصدي، يعني كان زمان يعني هذا الغش تسمعوا في مجالات جد محدودة، يعني تسمع مثلا في اللبن وقليل، حتى الناس كانوا قليل اللي كانوا يغشوا اللبن، ربما كانوا معروفين، فما بالك اليوم ربما لما نصل إلى 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 الكلام سوف نذكر ذلك بالتفصيل. و يعني من الآن إذا أردنا أن نتطرق إلى التعريف الاصطلاحي، ما هو الغش؟ يعني في الاصطلاح ماذا نقصد بالغش؟ هناك من يرى أن الغش هو كل من يعني يخلط من الرديء بالجيد كما ذكرنا الآن اللبن. أو كذلك هناك من يقول أو يذهب إلى أبعد من ذلك ويرى أن الغش هو التزييف حتى للواقع، قصد الحصول على مصالح ليست من حق الإنسان أو من تلك الجماعة التي تمارس الغش. وهناك من يقول الغش هو الخداع، هو الخيانة. وفي الحقيقة التعاريف هي جد متعددة وتختلف حسب المجال أو مجالات تداولها، يعني الغش هو متداول في جميع المجالات ويختلف التعريف من مجال إلى آخر. ولكن في الأساس يبقى مفهوم الغش هو عبارة عن فعل مذموم، سواء كان في هذا المجال أو في ذلك، هو دائما يبقى فعل مذموم يسعى صاحبه لاتخاذ سبل مختلفة، وهذه السبل هي في الأساس كذلك منحرفة، كالمكر والتحايل والتزوير والخداع والمراوغة وما شابه ذلك، قصد الحصول على حاجاته الخاصة بطريقة غير مشروعة. وقد يصل الحد بالإنسان الغشاش في حالة من الأحوال إلى أبعد درجة
أين يقوم أو يتصرف صاحبه بقساوة ويصل إلى درجة أنه إلى إهانة حرية وكرامة الآخر من أجل انتزاعه حقه منه ويمتلكه بطريقة غير مشروعة. ولذلك احنا فقط نذكر هذا الكلام باش نوضحوا أن التعريف الاصطلاحي أو المفهوم للغش هو في الحقيقة متعدد الجوانب، ولكن يبقى في متناول الجميع يتجلى لنا أن مفهوم الغش دائما مقترن بالفساد. هذه يعني دائما هناك اقتران، لما تسأل غش هناك فساد، يعني ضروري يكون هناك فساد، ما يقدرش الغش يجي عليه يعني إصلاح، هذا ما يقدرش يكون، لأنه في الأصل هو ممارسة غير قانونية، حتى القانون يجرم ذلك. وبالتالي الغش هو في الأساس كما ذكرنا هو حق غير مشروع يستولى عليه صاحبه بوسائل مشبوه فيها، وسائل مختلفة، وسائل ملتوية، وسائل متعددة، منها ما ذكرنا مثل التحايل والتزوير والاختلاس والسرقة والتدليس والتزييف والتلاعب وأمور كثيرة مثلها. ومن خلال هذا التصور يتضح لنا كذلك على أن الغش فعل مذموم، هو أصلا فعل مذموم، ولكنه في نفس الوقت يحمل في طياه جملة من الأفعال المذمومة، أي كما نقول إن صح التعبير هو أم الخبائث. يعني هو فعل مذموم، ولكن لكي تقوم بهذا الفعل يجب عليك أن ترتكب أو تسعى إلى استعمال أفعال مذمومة أخرى مثل التحايل والاختلاس والسرقة وما شابه ذلك. في نهاية الأمر نجد أن الغش دائما كذلك يسعى دائما للبحث عن طرق. الإنسان الغشاش ديما تجبره خصو يبحث عن طرق وسبل ومناهج باش كيفاش يعني ينفذ بامتياز خططه ويفوز بحقوق الآخر. هذا ما الذي أن أقول فيما يخص التعريف، وأترك الكلمة ربما للإخوة الآخرين. نعم، شكرا الأخ نوري. الأخ أمير من بريطانيا. الأخ أمير مرحبا بك. أخ أمير، هذه المشاركة نتاعك الأولى معنا، مرحبا بك الأخ أمير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، أنا أسمع فيك. بارك الله فيكم خالتي، ربي يجازيكم، وبارك الله في الأخ اللي كان يتكلم، ويعني هذه أول مشاركة لي معكم. وش نقول أنا يعني على كلها ما عنديش إضافة كبيرة، ولكن في النقطة تاع الأخ اللي كان يتكلم من قبلي، يعني الغش يعني شيء مذموم في كل الشرائع، غني عن التعريف. يعني الإنسان ما يسمش فقط، خاطر الناس كلها تعرف باللي الغش يعني منبوذ في كل الشرائع الدينية أو الدنيوية، في كل الشرائع، في المسيحية، في البوذية، في الهند، في كل الشرائع منبوذ الغش. ولكن الإنسان لما يتطرق للأمر كما هذا يشوف كيفاش يعني نعالجو. احنا كما قال الأخ بكري كنا نسمعوا في الغش، كان غرف في الحليب يزيدوا له الماء، ولا كيفاش كان يقول بكري. يا أخي العزيز، الغش حتى وكي تكمل الشغل تاعك تهرب تسكيفي على 3 ولا على 2:30 قبل ما ساعة العمل تاعك تنتهي وتنقضي، هذاك راه غش. الغش راه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، من وبدليل بنص 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 الحديث من غشنا فليس منا. الغش هذا راه شيء موش جديد، شيء من البكري ناس تغش، ولكن الناس اللي راه يتغش كيفاش راه يتغش، علاش راه يتغش، يعني إنسان يطرق الأسباب تاعها، علاش راه الناس راه يتغش. لو كان هناك قانون ولو كان هناك يعني عقوبة رادعة للغش، الناس ما تغش. احنا كنا يعني هذه النفس الأمارة بالسوء كلها يعني تحب يعني تاخذ المبتغى تاعها بطرق ملتويه. اذا ما قدرش ياخذ المبتغى تاعو، اذا ما قدرش يدي الباك بالعمل تاعو اوفيسلي، يعني بكل يعني رسميا لازم يعني يستعمل طرق اخرى
باش يدي المبتغى تاعو، يا في التجاره او في الدراسه او في العمل او في اي شيء، يستعمل الغش ويستعمل الطرق السهله اللي باش يلتحق المبتغى تاعو. ولكن لو هناك فيه يعني ناس تراقب وفيه ناس تردع الغش، ما نوصلوش اللي رانا وصلنا ليه الان في هذا في هذا الزمن. الأخ أمير صبرني فقط، المهم مازال احنا دوك التفاصيل هذه دوك نجيو ليها، احنا دوك رانا في بداية البرنامج نحاولوا هو أنه نديروا تعريف للغش والأنواع نتاعو، أنواع نتاع الغش واش هي، يعني دوك بعد ما تفضل الأخ نوري من إسبانيا دار تعريف للغش، واش هي الأنواع نتاع الغش؟ بارك الله فيك. انا هذا على كل حال، ما على كل هذا وين دخلت انا سمعتكم، ما عنديش بزاف من دخلت. المهم بارك الله فيكم وسمحوا لي على التدخل تاعي، فقط انا ما نحبش نطول بزاف في الاخر، انا نسمعوا فيكم. نعم شكرا الاخ امير، بقى معنا دوك نعاود نرجع لك، دوك نجيو ان شاء الله ندخلوا التفاصيل. الاخ نوري الان بعد ما تفضلت درت التعريف نتاع الغش، لا شك هو أن هناك أنواع كثيرة نتاع الغش، يعني إذا ممكن هو أن تذكرنا بعض الأنواع نتاع الغش. نعم، هو في طبيعة الحال هو بمرور الزمن الأنواع كثيرة، وكل نعم. مرة تظهر أنواع جديدة. بالتالي هو في الحقيقة الغش أولا ينقسم إلى نوعين كقسمين رئيسيين. نعم. هناك مثلا غش الغير وغش الذات. غش الغير معروف، يعني الإنسان يغش غيره، ويتمثل مثلا في غش النوعية أو غش السعر أو غش الميزان والكمية مثلا، هذه الأمور المعروفة في غش الغير مثلا، أو في أمور أخرى مثلا كغش في الزواج. نسمع كثير وهذه الأمور ربما وقعت حتى للناس اللي راهم يسمعوا فينا، كان نسمع يقول لك فلان مشى خطب يعني من فلان، وهو لما مشى يخطب يعني الابنة الصغيرة ربما، ولكن في يوم العرس في ليلة العرس يجد أنه جابوا له الابنة الكبيرة. هذه الأمور وقعت هذه بكري يعني كان وقعت هذه، وكان الناس ربما اللي وقعت لهم راه يسمعوا فينا، هذا دخل في الغش في الزواج مثلا. صح. كان مثلا الغش عند دائما في الزواج مثلا باش نزيدوا المدة. اسمع نهار الاول كي تروح يجيبوا لك بلنده عينيها خضر وكذا، ومن بعد لما تروح تلقى سنانها خارج. هما كان اللي غيروا البنت، ماهوش هي اصلا اللي اتفقوا عليها، ماهوش يعني غير فقط يعني المسرات. هناك شهادات وفي ناس نعرفوهم في هذا الأمر. هذا كذلك هناك كان ربما مسكين بالحشمة نتاعه والله ما يقول الكلام ويزيد وربي سهل وتمشي العشرية كما صارت. كان كذلك مثلا في نفس الوقت الأولياء نتاع الإبنة، ربما يجيها واحد خطيب يخطبها، هو ربما يكون بغي يعني يرتاح من الإبنة نتاعه، ما يجتهدش باش يعرف هذا الشخص هذا اللي جاي يخطب بنته مثلا، يعرف واش عنده أخلاق، واش إنسان يعني متوازن، باش يعني يكون جدي في الفعل نتاعو. ولكن هو قال أو أي واحد يجي يطرق الباب هي هاك، وكأنه يحوش يرتاح من الإبن نتاعو، وهذا غش للبنت كذلك من الأولياء. هذا في الجانب الغش في الزواج مثلا حتى نوضح هذا النوع. هناك الغش في النصيحة، أن خاصة إحنا عند المؤمنين هذا الأمر معروف، أن الإنسان ما ينصحش الأخ نتاعو بالنصيحة اللازمة، ربما يغشه، ما يوريلوش بعض الأمور، ما يعطيش النصيحة الكاملة، يبغي يخليه ديما تالف كما نقوله، هذا يدخل في الغش في النصيحة. هناك كذلك الغش في الإعلام، هذا معروف، يجيبوا لك واحد عمره ما قرأ، ما عنده لا شهادات، ما يفهم ما والو، ويحطوه لك ويبقوا يدخموا فيه، وهذا إنسان استراتيجي وعالم ومفكر وصاحب وعامل وبدا وعنده واشتغل، ويرده لك عالم من العلماء. وهناك ذلك أمور أخرى في الغش الإعلامي. هناك الغش المعروف في الامتحانات، هذا شيء معروف، الغش في الانتخابات وهذا أمر معروف.
الغش في التقسيم للثروات المشتركة، الغش في المكيال والميزان، الغش في العمل كما كان يذكر الأخ من قبل مثلا، أي إنسان ما يتقنش العمل نتاعه ولا يجي حتى العشرة ورا قاعد يقرأ في الجورنال يطلع على الانترنت يدير أمور أخرى ومن هذه الأمور المعروفة. هناك كذلك حتى الغش في تطبيق التعاليمنا الدينية باش يكون واحد صريح. نعم. يعني إحنا كي نطبقوا تعاليمنا الدينية هل ما نغشوش فيها؟ في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في الدعاء، معناش نغش. كل واحد منا معرض للأمر يغش الكل يكون بطريقة بسيطة. إذن هذا من ناحية نتاع. هناك ذاك الغش في البيع والشراء، الغش في السلع وما شابه ذلك في ما يخص في غش الغير. الآن نأتي ونتكلم على النوع اللي هو في غش الذات، هذا نوع آخر، هذا القسم الثاني، وهذا يتمثل في مثلا هناك بعض الناس يتحصلون على شهادات ويعني بالغش، ربما عمره ما درسوا، عمره ما مروا ببرنامج معروف، وتقام تحصلوا على شهادات حتى دكتوره، وهم يحاولون أن يلهمون أنفسهم أنهم نجحوا بالجد والجدية هو مع أنفسهم وأنهم يستحقون ذلك. وكلما يتلقاه من 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 بعض يعني الصفقات من الناس اللي مدحوه على المكان اللي موجود فيها يرى نفسه أنه عنده المصداقية في النجاح، وبالتالي هو راه يقوم هنا بمخادعة نفسه، ويترتب على هذا بما يسمى بغش الذات، يعني هو يغش نفسه. وهناك أمور أخيرة أمور كثيرة بمثل هذا غش الذات، ربما لا ندخل في التفاصيل حتى لأننا لا يعني نترك الفرصة ربما الإخوة أو نعم. نمر إلى كلام يعني لا هذا ما نعم. يعني شكرا الأخ نوري. الأخ أمير إذا كان ممكن هو أن نضيف بعض الأشياء فيما يتعلق بالأنواع نتاع الغش. نعم تفضل الأخ أمير. بون السلام عليكم. وعليكم السلام. واش بون انا واش نقول لك، راه ما عنديش اضافه كبيره راح نقولها، ولكن انا نشوف باللي الغش ما نشوفش باللي بطريقه كلاسيكيه عنده نوع الف ونوع باء ونوع جيم. الغش يوقع في كل المجالات، في كل مجال يعني بغير تحديد، حتى في الصلاة الإنسان يغش، يسرق الصلاة تاعو، ما يكملش السجود تاعها، ما يكملش الأخر تاعها، هذه في نعم. كل المجالات، في الشغل، في الدراسة، في البيع، في التجارة، يعني في المعاملات مع الناس، يعني الغش نعم. ما عندوش مجال في وجهة نظري أنا، ما عندوش مجال أو ما عندوش نوع معروف هكذا، يعني نوع ألف أو باء أو جيم. أنا نشوف باللي الغش هذا إنسان اللي ما يكونش عنده ضمير وما يخافش الله عز وجل يغش في أي مكان تحطه، والله مهما يكون نوع الشغل تاعه اللي يديره ولا يعني الأكتيفيتي اللي يديرها في حياته يغش، سواء كان طالبا او استاذا او عامل بسيط او مدير شركه في اي مجال حطوا يغش. حتى في امور تاع الدين هناك ناس كما هذاك واسمه المفتي هذاك تاع الازهر اللي افتى بقتل الابرياء في مصر، افتى السيسي، هذا كان مؤخرا عرفت باللي ماهوش يعني ماهوش خريج تاع الازهر، ما عندوش حتى دبلوم في العلوم الاسلاميه، حطوه مفتي الازهر، نسيت اسمه يا ربي الاسم تاعو هذا، فكرني في الاسم تاعو نسيته. المهم يعني في كل المجالات انا نشوف باللي ما عندوش نوع محدود. الغش هذا الانسان اللي ما يخافش الله عز وجل يدير كل شيء، يغش بأي طريقة وبأي وسيله باش يبتغي المنصب اللي راهو يطلبه او الفائده اللي راهو حاب يجنيها في 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 حياته. يغش، يستعمل طرق الليغو، يعني طرق غير قانونيه، طريقه غير قانونيه. فاحنا دوكا في الجزائر يعني بصفه عامه كما رانا نتكلموا، كي نسمعوا كلمه الغش تروح عقلنا والتفكير تاعنا مباشره الغش في الامتحان او الغش في التجاره.
نعم. صح ولا لا؟ نعم. بصح الغش فيه كل في كل مجالات الحياة فيه الغش، في كل مجال، في كل شيء والله تقريبا، يعني في كل شيء. إنسان اللي عنده حاجة عند أخيه أو هدف ما يقضيه، ما قدرش بالطريق اللي الناس متفقة عليه يستعمل في طرق أخرى ملتوية. نعم صحيح. هذه القاعدة. شكرا الأخ أمير. الميكروفون فقط، درك نعود نرجع لكم، ربما نزيد نضيف أنا بعض الأشياء فيما يتعلق بهذا المحور. كيف ما تفضلتوا، كيف ما تفضل الأخ نوري في التعريف تاعو، الغش هو يعني ببساطة هو المخادعة. مخادعة هو نوع من الأنواع نتاع الخيانة. تختلف الدرجة نتاع الغش بين الغشاش الصغير وبين الغشاش الكبير. كاين اللي هو يغش أمه، وكاين هو اللي يغش شخص، كاين اللي يغش هو الزوجة نتاعو، وكاين اللي يغش هو دولة ويغش الشعب. إذا تختلف الدرجة نتاع الغش بين شخص وبين شخص. الغش كما قلت إذا هو المخادعة، هو نوع من أنواع نتاع الخيانة. هناك أنواع كثيرة نتاع الغش وموجودة كيف ما تفضل الأخ أمير في مختلف المجالات. يعني إذا كان وصل الإنسان هو أنه يغش روحه، يخادع نفسه، وراه على ضلال مبين، وراه حط روحه على الحق المبين. الإنسان يغش روحه حتى في الصلاة، يخادع في ربي، يخادع في ربي. الصلاة راه ربي دار لها قانون، دار لها إطار اللي تمشي فيه، هو ما راهوش يمشي في الإطار هذاك اللي حده ربي. الصيام الآن، درك احنا الآن رانا في شهر الصيام، رانا في شهر رمضان، الإنسان يغش في الصوم نتاعو. ربي راه محرم عليه أشياء هو يديرها، وحط روحو باللي راهو وراهو صايم صوم صحيح. يعني وكأنه الدين هذا لازم يكون على القسطون تاعو. الغش موجود في كل المجالات، موجود في القضاء. يعني هذا القاضي هذا اللي هو يدخل بالرشوة، هذا القاضي هو اللي هو ما يحكمش بالعدل. يعني تجيه قضية يحاول هو أنه كيفاش يلقى ثغرة باش يخرج إنسان عن طريق مادة في القانون، عن طريق الأخ أمير راهو المشكل من عندك، عاود تخرج وعاود تدخل. الصوت ربما من عندك، نراه عندي جيدا يمشي الصوت. الأخ نوري، أخ نوري راهو عندك مشكلة في الصوت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن في موضوع دائما نتاع الغش. كما قلت إذن الغش هو راه موجود في كل المجالات، موجود في القضاء، موجود في الإدارة، موجود في التجارة، موجود في التنظيم. المفترض هو أن التنظيم ما لازمش يكون فيه الغش. تلقى الغش في التنظيم، تلقى الغش في السلعة، الغش في السلع، الغش في المعاملات، الغش في الإدارة، الغش في الرياضة. راكم تشوفون أنتم الآن مقابلات، هو أنه صرنا نسمعوا من أنه راه مشروا الحكم وهم مشروا اللاعب الفلاني. الغش في السياسة، تلقى قال مثلا جمعية عامة المناضلين هذوك ولا المنخرطين ما جاوش، وتلقى الجمعية العامة هذيك انعقدت. الغش في السياسة، رانا شفنا الآن صرنا نسمعوا باللي فلان هو ترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما جمعش التوقيعات، يروح يشوف محضر قضائي ولا يشوف يجي هو يدير له محضر باللي راهو جمع التوقيعات. غش في كل مجالات. الغش في الإعلام، رانا الآن صرنا نشوفه من خلال هذه التأثيرات هذه اللي راها موجودة في البرامج، يصير الإنسان هو أنه يغش. كاين ربما الإنسان اللي راه هو يستعمل التأثيرات هذيك من أجل تحسين البرنامج، ولا من أجل تحسين الدور نتاعو، ولا من أجل، ولكن فيه غش موجود. يعني في الاحتيال موجود في البرامج،
احتيال يعني كبير. يعني رغم شفنا الآن مثلا يستعملوا الكذلك نتاع التفجيرات وهذا غش واحتيال للناس، والقصد منه هو تحريف الوعي نتاعهم، هو تلاعب بالوعي نتاعهم. قال مثلا تلقاه واحد راه هو في استوديو ما خرجش من الاستوديو نتاعو خلاص، وهو يدير لك باللي راهو في ارض نتاع معركه، يستعمل فونذر هذاك ويصور روحه من انه راه هو في ارض المعركه، ويصير لك ينتجري هو هذيك التفجيرات او عمليات الى غير ذلك، وهذه راه داخله في الاطار نتاع الغش وهو الاحتيال. وفرق بين هو انه الانسان راه هو يستعملها من اجل المزاح ولا من اجل رفع درجه الوعي، وبين الانسان هو يستعملها للاحتيال. صرنا نشوفوا الان راه الغش دوك الان في الانترنت، تلقى واحد راه هو يستعمل الاسم نتاع شخص يحتال، يستعمل الغش الاسم نتاعو من اجل على جل باش هو يتلاعب بالناس. شفناها واحد يستعمل الاسم نتاع وزير، واحد يستعمل الاسم نتاع رئيس، واحد يستعمل الاسم نتاع مدير، واحد يستعمل الاسم نتاع صحفي ولا صحفيه، يستعملوا من اجل تلاعب بالعواطف نتاع الناس من اجل الاحتيال، الحصول الى نتاع معلومات الى غير ذلك. الانترنت الان يعني درك الان احنا رانا نتحدثوا من خلال الانترنت، راكم تشوفوا الان في الجزائر يغشوا في الناس. يعني تروح انت مثلا تشري، قال ابونمون هكذا، دير ابونمون في شركه من الشركات هذه اللي راهم هما يستعملوا في هذا الانترنت وهذا نتاع الاتصالات، يروح هو يبيع لك شيء، يبيع لك قال مثلا انا نعطيك 10 نتاع ميجا، ولكن هو يغشك ما يعطيكش ال 10 نتاع ميجا هذيك، يعطي لك فقط زوج نتاع ميجا ولا ميجا وما لحقتش. اذا هذا راهو يغش، غش في التجاره، غش في المعاملات. ويعني وصل الانسان هو انه يغش في الصلاه نتاعو او يغش في الحج، راه رايح الحج يروح هو يستعمل جواز نتاع سفر، دوك قال مثلا الناس راهم دايرين القرعه ولا هذيك، هو ما يديرش القرعه هذيك، ما يخرج في القرعه. كاين الانسان اللي راهو غش، قال ينحي اسم نتاع واحد ويدير له الاسم نتاعو، غش غش في في الباسبور ويروح ويحج نورمال، راهو عنده هو راهو حج وصاي. إذن الغش هذا راه موجود في كل المجالات. غش يعني درك في الدين، قال مثلا يروح واحد مثلا يوهم الإمام هذاك من أجل الحصول على فتوى معينة، ما يعطيلوش هو المعلومات الصحيحة بحيث هو أنه يغش الإمام هذاك، وفيما بعد هو لما يفتيلو على حسب المعلومات اللي هو راه أعطاها له، وفيما بعد هو يستعمل هذيك الفتوى من أجل باش يتلاعب بالناس والله من اجل كذا. اذا الغش راه موجود في كل المجالات، موجود في الدين. يعني وصل هو انه كاين بعض الائمه، ما نقولوش حنا كل، كاين بعض الائمه يغش في الامتحان. ولما نقول لكم في هذا الكلام هذه شفتوا بعيني، ماشي قالوا لي والله، شفتوا بعيني امام يغش في الامتحان. يعني هو ينقل والله كذا ورايح على جل باش انت، يعني هذا امام رايح تصلي بالناس تغش في الامتحان، وين راك رايح؟ والله شفتهم بعيني ياكلها الدود والتراب، وين راك رايح؟ يعني اذا كان هذا القاضي هو يغش باش يوصل هو للقضاء، للمفترض هو انه القضاء يعدل بين الناس، صار ولا القضاء كانه باش تدير انت مشاريع، تدي رشاوي، قال فلان ها هو راح خرجوا انت من السجن، وقال خذ حقك، ولات الان رشوه ولات خذ حقك. يعني هذه الغش في القضاء، الغش في الاداره، الغش في الرياضه، الغش في السياسه، الغش في الاعلام، الغش في الدعوه، الغش في الاسره. تلقى مرات مثلا بنت في البيت فنيانه، عندها اختها مثلا في البيت، اختها هذيك هي تخدم وهي راها مطلقه عليها كيما يقولوا الضمه، كل شيء على ظهرها، هي اللي تخدم، هي اللي كذا، هي اللي كذا، وطلقه هي عليها الضمه. او العكس، تلقى واحد مثلا من الاخوه قال مثلا راه هو يقضي وراه هو يتعب وراه يسهر على الدار وراه كذا وراه كذا، والاخر ما على بالوش بها خلاص، راه اذا النهار كامل هو يدور
والعشيه يجي يلقاها طايبه. الغش في الاسره، البنت تغش الام نتاعها، والابن يغش الاب نتاعو، غش في المعاملات، غش في كل مكان. يعني الغش في المجتمع راكم تشوفوا فيه الان، تشوفوا فيه راي العين. وهذا الامر هذا هو ليس خاص فقط بالجزائر، احنا الحديث نتاعنا حول الجزائر، ولكن هو ليس خاص فقط بالجزائر. ربما بعض ضعف النفوس يقول لك شغل راكم تخرجوا في هذه المشاكل، يعني تفضحوا فينا امام الخلق. لا، هو الامر هذا ليس خاص فقط في الجزائر، الغش موجود في يعني في مكة، موجود في المدينة، موجود في القدس، موجود في كل مكان، مش خاص فقط بالجزائر. راه مرض متأصل، يعني مش جديد كيف ما كان يقبل يقول الأخ أمير، راه موجود من عهد نتاع الرسول ومن قبل، من قبل الإسلام موجود، يعني منذ أن خلق الله الأرض، وسيبقى الغش إلى قيام الساعة. هذا راه مرض من الأمراض اللي راها تنخر في المجتمع. إذن هناك أنواع كثيرة تتعلق بالغش. الآن نتحدث عن القضية هذه المتعلقة بالأحزاب، الأخ نوري، الأحزاب في الجزائر، يعني الظاهرة هذه نتاع الغش هذه الآن يعني راها استفحلت وصارت يعني طامة من الطوام، خاصة هو أنه صرنا نسمع قوائم يعني في الانتخابات التشريعية ولا في الانتخابات البلدية، صرنا نسمع بشراء، يقول لك أو فلان شراء تدوليست، شراء تدوليست، أو واحد كان مثلا على رأس القائمة هذه داخل الحزبة اللي راه هو قال يرفع شعار نتاع التغيير. صرنا نسمع في هذا الغش هذا، قال مثلا فلان هم داروه على رأس القائمة في المؤسسات، يعني صرنا نشوفه قال مثلا أستاذ، أستاذ يعني هذا اللي المفترض هو أنه يدرس للناس، يقريهم، يقري الأولاد ويقري هذه الأجيال، صرنا نسمع أستاذ دخل بالغش، يعني بالتزوير نتاع الامتحان، دخل بالبيستون بالمعرفة، دخل بالرشوة، واستفحلت هذه الظاهرة في الفئات يعني كبيرة عند الشعب. يعني هذه الظاهرة نتاع الغش هذه علاش استفحلت في المجتمع الأخ نوري؟ نعم، شكرا أخ نوري. هو لما نتكلم عن الغش كظاهرة، هي في الأساس تختلف عن الغش كخلق. يعني في البداية الغش يظهر كخلق عند أفراد أو بعض الأفراد أو بعض الجماعات، ولكن عندما ينتشر هذا الخلق المدموم ويتغلغل في جميع الميادين والمستويات والمناصب والمسؤوليات والوظائف، فهنا تصبح بما يسمى بظاهرة اجتماعية ويسمونها بظاهرة الغش. وكيف يعني تنتشر وكيف تبدأ ولماذا تظهر؟ إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال، هو أن الظاهرة إذا كانت ظاهرة اجتماعية مثل هذا الموضوع الذي نتكلم عليه الآن الذي هو الغش، هو يبدأ ببساطة، يبدأ بنقطة، ثم يبدأ يمشي ويدخل في المكان الفلاني، وفلان يسيره والآخر يساعد على الانتشار، والآخر ويبقى يمشي ويدخل هنا ويمشي هنا، ويبقى تولي شغل، تولي كما نقول كما يقول لك الإنسان عندنا في البلاد، تولي نورمال. هذه هي الغش، هذا اللي كان كي واحد يغش كان يبان لهم باللي زعما إنسان طايح واللي خصو يمشي راسه منحدر الرأس ما يقدرش يخلط نفسه مع الجماعة. الآن أصبحت واحد غشاش يبلك في الكاميرا، في التلفزيون، في الإذاعة، في أمر، هو الأول يظهر لك ويبين على أنه هو الإمام، هو الداعي، هو كل شيء. يعني هذا هو الشيء الخطير. يا ورا ولات الناس دوك تضحك بها، دوك هذه الكاميرا كاشي واش معناتها؟ هذا راهو غش، هو أنه إنسان أنت تعطي له معلومات خاطئة، هذا مش غش.
ومن بعد تولي تضحك عليه، يعني صارت ولات كأنها ولات ثقافة. دوك لما يديرها غير الإنسان المسلم يديرها، قال هذا راهو إنسان غير مسلم، ربما راه ما على بالوش بهذه المسألة. دوك راها ولات ثقافة، راه ولا المواطن يستهلك فيها الغش، ولا عيني عينك. يعني دوك أنت راك تشوف في هذا ما يسمى هذه بالكاميرا كاشي، واحد يعني كاينين، انا شفت بعض اللقطات هكذا في بعض واحد يصوروه على اساس انه راهو طاح مثلا في حاجز مزيف والله والكلاش، ويجيبوه ويضحكوا فيه، وعلى الاخر يعني يقتلوه ويحيوه، بعد على الاخر قال والله راك في الكاميرا كاشي. غش يعني، ولا ولات المخادعه والاحتيال، ولا شغل مانيش عارف انا كيفاش راح نسميه، ولا فحوله، ولا شطاره، ولا يدخل في الدراهم، ولا قفازه، ولا ثقافه، ولا مانيش عارف واش هو. في الحقيقه الاخ نور الدين، عندما تظهر او تعم ظاهره الغش، عندما تعم على المجتمع، عندما تنتشر وتصبح ظاهره اجتماعيه، هي هنا في هذا الاساس، في هذه النقطه بالضبط، يعني تقلب الموازين. فعندما تعم ظاهرة الغش، فيها الكذب يأخذ مكان الصدق، والخيانة تأخذ مكان الأمانة، لأن الفرد الذي يعني يستخدم الغش يحرص دائما على إخفاء الحقيقة. هذا هو الغش، يغطي لك، يزين لك الأمر باش ما تعرفش العيب، ما تعرفش الحقيقة، باش ما تعرفش، يزيف، يعني يستخدم الباطل، الخلط، يخلط لك الرديء مع الجيد. هذا هو الغش، يجيب لك حاجة ذهب خالص يخلط لك مع النحاس، ومنها يجيب لك لبن خالص يخلط. هذا هو الغش، فيه كل هذه الأمور تدخل فيه، بالتالي هو يقلب الموازين. ولذلك احنا الآن لما نشوف هذه الأمور تعسير ونشوفه عادية، هي بالنسبة لها نورمال كما نقول، لأن هو أصلا ظاهرة يقلب الموازين ويقلب المفاهيم، ويوليو الناس يشوفوا هذا الأمر عادي، يوليو يمشيو إلى أبعد من ذلك، يوليو أنه الغش تولي قاعدة أساسية في كل الأساليب والمعاملات، وفي الحصول على الحاجيات والمصالح وما شابه ذلك. يعني يولي الإنسان في كثير من الأمور، من أنواع نتاع الغش اللي تكلمنا عليها، في جل في شتى الميادين، قبل ما يمشي يعني يحصل أو يسعى للحصول على حاجيته ولا المصلحة نتاعو، يفكر في أسلوب من أساليب الغش، يعني أصبح قاعدة معمولة بها. وبالتالي الآن سواء كان في الأحزاب، كما رأينا كذلك أنهم يعني يشوفوا واحد يرشحوه مثلا، هو ذاك الإنسان يكون من الولاية الفلانية، من ولاية وهران مثلا، ويرشحوا في ولاية أخرى بعيدة لا يعرفونه، وربما ذاك الإنسان في الواقع يكون ما عنده لا شهادة، لا خبرة، لا أي شيء، وفي الولاية أخرى اللي ما يعرفوش، لما يرشحوه يديروه على أنه الدكتور الفلاني له وظائف واستعمل وكذا، والناس اللي ما يعرفوش يشوفوه على فعل الإنسان يعني عنده كفاءة ومهارة وما شابه ذلك. وهذه الأمور موجودة في الممارسات السياسية في الساحة في المجتمع الجزائري، ومعروف بها، ومنها ما كنت تطرقت وتكلمت كذلك عن القوائم وما شابه ذلك. وهذا الأمر يعني عندما نقول أن الغش دخل وتغلغل في جميع الميادين، هذا لا يعني أنه تسلم منه الأحزاب أو في الميدان السياسي أو السلطة والمسؤولين، هم الأولين الذين يعني تمسهم هذه الطائرة، هم المعنيين في الأصل، ومن هم قد يعني تنتشر هذه الطائرة، يقدر يكونوا هم الأساس في انتشار هذه الطائرة. الآن مش عارف تمر. نعم، شكرا الأخ نوري. دوك نعود نرجع لك، تفضل الأخ أمير في نفس النقطة، علاش استفحلت هذه الظاهرة نتاع الغش في الجزائر؟ كاين صوت خويا. نعم راني نسمع فيك. نعم اوكي، علاش استفحلت؟ بارك الله فيك، سؤال وجيه. علاش يعني الإنسان دوكا كيشوف ب يعني منطقيا
كيشوف واش راه يصرى في المجتمع تاعنا يفهم علاش استفحلت الظاهره هذه. الغش باش نتفاهموا، باش اذا حبيتوا نروحوا نتعمقوا فيها، الغش هذا راهو شيء يعني شيء منبوط، بصح شيء طبيعي عند من؟ عند الضعاف، كما قلت انت، عن ضعاف النفوس، عند الناس اللي ضعيفة، اللي ما تقدرش يعني تجيب، ما تقدرش وما عندهاش الإمكانيات باش تدير الخدمة تاعها ريغلومو، يستعمل الغش. هذه شيء طبيعي ما عند الإنسان الضعيف، الإنسان اللي ما يكونش بريباري ليكزام تاعو، سي تو تافي نورمال يغش، باسكو ما راهوش، ما عندوش، ماهوش معتمد على نفسه. سي تو تافي نورمال يغش، يستعمل الاخرين. الانتربرونور ما عندوش الامكانيات وحبي حبي يعني يدير دراهم، ينقص في الحديد، ينقص في السيمان، هذه سي تو تافي نورمال. بس هادو ظواهر عاديه، انا نشوف فيها بلي عادي. وقتاش يكون عادي؟ لما ما تكونش هناك رقابه، ما يكونش هناك عقاب رادع. الناس، انسان لما تطلق له الحبل يدير واش يحب، هذه سي تو تافي، هذه امر عادي. انسان يغش باسكو ما كاش خاطرش ولا ما يخافش، لما يدير الامور كيما هذو لونتربرونور لو كان جا يخاف باللي كاين كونترول يكونتروليه، وكاين عقاب، كاين دوله تديه للحبس ويرجع دراهم للناس، والله ما يدير هذا الشيء. لو كان فيه هناك يعني دولة قائمة على رجليها وتحاسب، كاين محاسبة، كاين يعني سجن، وفيه كيما فيه قصاص، يعني ترجع أموال الناس، ولا يعني الإنسان لو كان فيه لو كان الناس ولا تخاف ما يغشوش. بصح الناس ولات دوك عندنا كيما قلت أنت ثقافة الغش، ولات عندنا، ولينا نفتخروا بالغش. الإنسان اللي يغش يدير دراهم، الإنسان اللي يغش ينجح، الإنسان اللي يغش يولي طبيب، الإنسان اللي يغش يصبح مفتي، الإنسان اللي يغش ينجح في حياته. ولات ثقافة، ولات إنسان يفتخر بها في الغش. دوكا ولات إنسان دوكا تقول له يضحك لك ويحتوني بانو سنة، يقول لك والله غير الريحه هذه، باسكو على باله بلي لازم تما ينجح. ولات عندنا ثقافة كما قلت انت، ثقافة الغش، ثقافة التدراح، ولينا نشوفوا فيها، ويعني unfortunately معناتها نتأسفوا، ولات عندنا الإنسان الغشاش نفتخروا به ونكبروه، ويقول لك احنا في الجزائر احنا لازم نكونوا يا اخي، احنا انت من المجتمعات، خلينا نكونوا واقعيين. إنسان يقول لك تخدم رجله وتريح انت الاخر، وصح، باسكو ما كانت ما عندك، عندك الفايده لو كان تخدم رجله الفايده تاعك عندك صغيره، بصح كي تسرق هذا وتخطف منه وتغش منه وتنقص في هذه وتزيد وتنقص منه، تطلع ودير دراهم كيما داروا رؤوس الاموال الناس اللي انا نشوف فيهم في التلفزيون، انا نشوف فيهم علي حداد ورب راب، هذو منين جابوا دراهم؟ منين؟ الغش وخدع وسرقة، والناس كانت غايفة، والناس كانت تموت، والناس مصائب قوم عند قوم من فوائد، الناس كانت تموت في التسعينات وما كانوا يديروا في دراهم، كيفاش طلعوا هذا؟ يعني إنسان يكون واقعي. والله الغش لو كان هناك الناس هذه اللي راهي تغش، هذو ديزاتريما at the end of the day، هذو ما الناس كيما انت وانا، لو كان عرفوا وعلى بالهم باللي كيغش ويحكموه ويخلص ما يغش، يخاف هايدا. بصح دوكا على بالو كي يغش يطلع ويجيب الامتحان تاعو، ولا يدير وش المبتغى تاعو في الدنيا هذه، ما انت ما كاش اللي حاسبه اوتوماتيك مو يغش عادي. ولا شوفوا فيها نورمال في الجزائر، حنا ولينا نشوفوا فيها نورمال. في اوروبا كيما قلت نتايا، في كل بقاع الارض كاين الغش، ولكن فيه درجات. روح انت يحكموك في ما على باليش انا في كاش بلد اوروبي تغش، إذا ما حكموكش راك سلكت، إذا حكموك والله غير تخلصها بقرب انت، والله غير تخلصها. يعني القانون فوق الجميع، وتشوفوا صح القانون فوق الجميع، بصح في بلادنا ولا طاق على من طاق. دوك إنسان يغش في امتحان وخرج فرحان، يقول لك والله غير فريت دخلت معايا العروس، باسكو إنسان هذا ضعيف
على باله ما عندوش امكانيات باش يجوز الامتحان تاعو. انا نحكي برك فقط من جهه الامتحان، بصح الانسان كيكون كونفيدون مبريباري ليكزامان تاعو، علاش يغش؟ علاش نغش؟ انا بالي بلي راني بريباري روحي، وعلى بالي واش راح يطيح في ليكزامان، تما نجيبو ما عندوش وين يهرب لي سوجي. هكذا الناس كانت تقول في ايام الجامعه. بصح الانسان كي ما يكونش بريباري واش يدير؟ يدخل معاه الحروز في هذه في هذه، سي تو تافي نورمال. بصح لو كان على باله بلي هذا اللي دخل للاخر بلي عاقبه، والله ما يدير هكذا. انا نشوف بلي من اسباب استفحال ظاهره الغش هو عدم الخوف من العقوبه. هذه هي، هذا واش حبيت نقول لكم. نعم، شكرا الاخ امير. الميكروفون دوك نعاود نرجع لكم فيما يتعلق دائما بهذه النقطه هذه. علاش استفحلت في الجزائر تحديدا؟ هي راها موجوده هذه المساله هذه نتاع الغش، موجوده في كل الدول، يعني ما كان حتى دوله ما فيهاش الغش. وش هو الغش؟ يتفاوت، كاين اللي راهو درك الغش نتاع قال مثلا 2 ولا 3%، وين انه كاين دول في المقابل الغش هو 50% او اكثر من 50%. في الجزائر الظاهره نتاع الغش استفحلت كثير، خاصة نقدروا نقولوا من بداية تاع الثمانينات. هي كانت موجودة من قبل، قضية تاع الغش موجودة، لكن استفحلت يعني منذ الثمانينات وجات جاية. لماذا غياب الدولة؟ نقولها بكل صراحة، غياب الدولة، كانت غياب الصرامة، غياب الانضباط. يعني مثلا في الفطره نتاع بومدين الغش موجود، والرشوه موجوده، والسرقه موجوده، والتعدي على الحرمات وعلى الاملاك موجود، ولكن كانت هناك اليد نتاع الحديد اللي تضرب، وتلقى نتاع الرئيس هو ما كانش هو يسرق، قال مثلا في الاموال تاع الشعب ويدير فيها هو في الكونت نتاعو. يعني إذا كان هو راه مستبد في بعض الأشياء، إذا كان راه هو وصل بطريقة قال مثلا غير قانونية للسلطة، ولكن كان هو من أجل يخدم البلاد ماشي باش يخدم روحه، كان هو دار مستشفيات، دار جامعات، دار مؤسسات إلى غير ذلك، وكانت هناك يعني مردودية تروح مثلا للتعليم كيفاش كان إلى غير ذلك. كانت هناك مؤسسات تنتج في الحديد في كذا، كانت الجزائر يعني في مستويات مختلفة كانت رائدة. ولو كان يعني ذرك يعني لو تشوف تقارن فقط إسبانيا في الوقت اللي كانت فيه في الجزائر في السبعينات ودول أخرى ما كانتش موجودة. يعني الآن راها ظهر ذرك الإمارات وما على باليش أنايا وكوريا، كانت في الوقت اللي كانت الجزائر في السبعينات كانت قافزة عليها بقفزات. لكن لما وحدث الانحراف في الثمانينات بدا يكثر الغش هذا. والان درك الغش كيفاش راهو صار؟ هو دوك مستفحل. يعني انت دوك اذا كان الانتخابات الرئاسية مزورة، اذا الانتخابات البرلمانية مزورة، إذا الانتخابات البلدية مزورة، والانتخابات الولاية مزورة، إذا كان القاضي يدخل بالرشوة، والإمام يدخل بالرشوة، والمعلم يدخل بالرشوة، واش راح تنتظر أنت من هذا المجتمع؟ هذا الشيء اللي راهو الآن واقع في الجزائر كله نتيجة، هذه لازم في كل برنامج نقولوها، ولازم الناس تفهمها وتولي هذه وعي عام في الجزائر. الشيء اللي الان راهو حاصل في الجزائر، هذا الخراب اللي راه موجود، هو نتيجه. يعني درك انت راك رايح تغرس الشوك، واش راح تنتج؟ تجني، واش راح تجني؟ راح تجني الشوك. دوك اذا كان انت تزور الانتخابات الرئاسيه، واش راح تنتظر فيما بعد؟ راح تنتظر انت مؤسسات شرعيه راح تجي، ما كاينش منها. إذا تزورت الانتخابات في الرئاسة، المؤسسات الأخرى كلها تابعة للتزوير وتابعة للغش، وش راح تنتظر أنت من قاضي
يشري الشهادة نتاعو، يشريها، يشريها يعني بالرشوة، يجيبها بالرشوة. وش راح تنتظر؟ وش راح تنتظر انت من إمام يدخل لك هو بالتزوير؟ ها هو قال سلك الفلان عشاء، راح يصلي هو بالناس، وش راح تنتظر منه؟ هذا غدوة ما يقدرش يقول كلمة الحق هو. إذن هذا التزوير اللي راه حاصل، هذا الغش اللي راه موجود، موجود من المواطن، من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول. بطبيعة الحال احنا ما راناش نقولوا باللي راه الناس كامل مزورة، لا، لكن راه موجود هذا التزوير وهذا الغش، هذا راه موجود من أبسط مواطن إلى أعلى مسؤول. كاينين ناس استثناءات، يعني بكري كان الغشاشين هذو والمزورين والمحتالين كانوا استثناءات، دوك راهم ولاو هذ الناس يعني الصادقين، والناس اللي يمشيوا بالنية، والناس اللي راهم يخموا على البلاد، والناس اللي راهم يخموا على المجتمع، صاروا هما النوادر. ولات انقلبت الامور في المسألة هذه. اذن هي نتاع الغش، علاش استفحلت يعني؟ وماذا تنتظر؟ قبيل الأخ أمير قال لك باللي قضية نتاع القوانين، يروح تقرأ الدستور، يعني ترى فيه مادة في الدستور ولا في القانون نتاع الانتخابات هذا فيه مادة نتاع تزوير ولا نتاع غش، تروح تلقى باللي الانتخابات تجري بشفافية وبنزاهة، وتروح انت تلقى انت هذوك الناس اللي راهم في يؤديوا القسم، يؤدي على المصحف، يحلف لك على المصحف، حط لك المصحف ويحلف، ولكن فيما بعد ربي يجيب. يعني انت اذا كان تروح انت للحج، راح كيما يقولوا واحد راح يغسل عظامه، راح انت ربي بالغش، وين رايح؟ اموال تاعو من الحرام، ورايح لك للحج، يحج. اموال تاعو من السحت ورايح للحج، رايح بالاموال تاع السحت للحج. ولماذا؟ لانه درك ولات هذيك شغل حاجة، يعني راه تصرف في المجتمع. قال فلان الحاج راه الحج، يلبس لك قندورة باش يزيد هو يزيد يمارس التضليل نتاعو والاحتيال نتاعو للناس. قال هاو فلان هاو حاج، هذاك راه حاج بمعنى انه ما يسرقش، بمعنى انه ما يغشش، وهو راه رايح بالغش، رايح بالتبلعيط، رايح بالتضليل، رايح بالسرقة نتاع الاموال، رايح بالتعدي على الحرمات نتاع الناس والاملاك نتاع الناس، ورايح نورمال عادي. راكم تشوفوا فيه راين عين، يعني تسمى الكلام اللي راني نقول لكم فيه، ما رانيش نجيب فيه الراسي، راني ننقل فيه اشياء راها تحدث في المجتمع، واشياء يندى لها الجبين. الغش هذا، الغش راه موجود في المدرسه، التلميذ يغش في الاستاذ تاعو، والأستاذ يغش في التلميذ تاعو. وبطبيعة الحال نقولها دائما ونكرر، مش عامة يعني كل الناس راه غشاشة، لا، ولكن الشيء اللي راني نحكي لكم فيه راه موجود. تلقى التلميذ يغش في الأستاذ تاعو، والأستاذ يغش في التلميذ تاعو، المراقب يغش، والأستاذ يغش، والمدير يغش، غش انت، والعامل يغش، والإمام يغش. وش رايحين ننتظروا احنا من هذا المجتمع؟ الان مثلا هذه القضيه هذه نتاع البكالوريا، هذه الايامات اللي راها صاريه، هذا الانسان اللي هو يقوم بهذا الفعل هذا، وش راح ينتظر؟ راها كاينه اخطار راح تترتب على هذا الغش هذا. وش هي الاخطار اللي ذكرها راح تترتب على الغش؟ اخطار كثيره واخطار كبيره، منها اللي يوصل انه يهدد الاستقرار تاع البلاد، ويضرب المجتمع، يضربه في الصميم، يضرب الاسره، ومنها اللي راهو ربما يكون هو التاثير تاعو على فرد. تذوك لما تغش شخص، مش كيف ما الانسان اللي هو يغش امه، يغش شعب، الاثار والتداعيات هذيك نتاع الغش هذيك تختلف من شخص الى شخص، وتختلف حسب هذيك المستوى والدرجة نتاع الغش. درك هذا الإنسان اللي راه هو يغش، قال مثلا في
قسم وراها مثلا قال الامتحانات نتاع البكالوريا او غيرها راهو قال مثلا ما كانش تسريب نتاع الامتحانات راهو كاين شخص راهو في قسم هو غش روحه هو في البدايه وراهو غش الاستاذ نتاعو راهو هو مثلا تحصل على مستوى وراهو جاب هو شهاده نتاع البكالوريا جاب شهاده نتاع البكالوريا بالغش راهو قادر اللي راهو ذاك راهو غش راهي غدوه من بعد يوصل يولي لك قاضي او يصير لك امام او يصير لك صحفي او يصير لك طبيب طالع بالغش درك هذا التاثير تاعو هو في البدايه شوفوا كيفاه يبدا وفيما بعد هو يبدا يكبر لكن هذاك الانسان اللي راهو درك هو جاب مثلا امتحان هذا نتاع البكالوريا او غيره ونشر هو الاسئله والاجوبه نتاع البكالوريا على صفحه في الفيسبوك شوف هو راهو دارها لعبه باللي قفازه راهو اخترق جهاز مثلا والله ونشر السؤال لما يعم هذاك السؤال على الوطن واش راه رايح يحدث راهو رايح يحدث اضطراب في المجتمع شوف كيفاش تبدا يحدث اضطراب في المجتمع تحدث بلبله في المجتمع شوفوا مثلا الان هذا الاسئله نتاع البكالوريا راكم سمعتوا باللي هم رايحين يعاودوا بعض المواد شحال من مليار خسروها في هذه فقط الامتحانات نتاع البكالوريا شحال مليار خسروها شحال الاستاذ راهو يعس وشحال من مراقب وشحال من رئيس مركز وشحال من الآلة نتاع طباعة راها تخدم وشحال من ورق وشحال من كهرباء وشحال من هاتف كله هذه من ظهر شاب وربما راه دارها واحد يعني هو ما على بالوش واش راه يدير شوفوا هذه غير فقط حاجة واش راه رايح يحدث عليها ما بالكم هذا الإنسان اللي راه يغش في الجسر هو يغش في السيما ويغش في الحديد وغدواره راح يتصرع كوارث في الجسر هذاك راه قادر غدوة يسقط هذاك الجسر وراه راح يدي ناس غدوة هذا اللي راه يغش هو في عمارة بطيمة قادر غدوة تطيح تدي ناس اللي راه يغش في الطريق واللي راه يغش هو في الفواكه نتاعو فهمت يدير لها في 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 ادويه ما على باليش انا كذا واللي راهو يغش هو في الطعام يغش هو في الخبز اللي راهو يغش في الحليب واذا كان هو راهو تكاثر هذا الغش هذا في البلاد واش راهو راه يحدث خلي لكم النتيجه انتم اللي تكتشفوها الاخ نوري في النقطه هذه بالذات هذه نتاع الاثار هذه نتاع الغش هذه واش راهو راه يترتب على الغش نعم هو في الحقيقة الأخطار أو الأضرار هي التي يعني قد يترتب عليها يعني ظاهرة الغش هي في الحقيقة كثيرة وخطيرة بالرغم من أنه يعني قد تبدو عند الكثير في بداية الأمر يعني تبدو لي أن هذه ظاهرة الغش يعني هي شيء عادي ولا تأثير لها على المجتمع لا بالعكس المجتمع يمرض مثلما يمرض الإنسان الإنسان الكل يدخل له فيروس أبسط الفيروسات في الجسم نتاعو راه يحدث له خلل كبير يطلع له الحمى ينقص له من شعره في الضغط ومنهم من يؤدي به حتى للموت والهلاك المجتمع نفس الشيء هو كذلك يمرض وهذه دائرة الغش لما تدخل في وسط المجتمع هي كذلك تكون عندها تأثير على المجتمع ما نشوفولهاش على انها غير كما نقولوا احنا طائر فايت في السماء فوقنا وماشي وما غادي يخلي حتى اثر ولا شيء وحسب بعض المفكرين يرون ان ظاهرة الغش هي مصدر الظلم الاجتماعي لانه علاش يقول لك باللي الغش هو يعمل على ازاحة كل انسان عنده كفاءة ويعني عنده خبرة ومهارة وعنده همة وعنده استعداد وعنده إرادة هذا هو الغش اللي يعمل عليه لأن الغش
شكون غادي تلقى في الامان؟ تلقى الانسان الغشاشي، الانسان اللي يستعمل التحايلات، يستعمل التزوير، النصب، يستعمل كل هذه الامور اللي تحسن عليها من قبل، هما اللي تلقاهم في الامام، هما اللي تلقاهم يمشيوا على في جميع المناصب، المسؤوليات، الوظائف. بالتالي لما هاد الناس هادو الغشاشين اللي وصلوا لهاد الاماكن اللي نحكيوا عليها، وهما في الاساس يستعملوا كذلك الغش فيما بينهم ومع الناس، ويعموا هاد الناس، واش راح تنتظر من هاد المجتمع؟ واش راح تنتظر منه؟ غادي تنتظر غير الظلم. حبيت تقول لي الاخ نوري باللي الانسان الغشاش هذا هو ما يجتهدش، يعني ما يتعبش، يعني انتهازي يسرق. هو هذا هو الانسان الغشاش من البدايه، قائم على هذا الاساس. هو كما تكلمنا في التعريف سابقا، هو دائما يسعى لايجاد منافذ وطرق جديده. ديما واش هو البال نتاعو ماهوش مشغول كيفاش يخدم الوظيفه نتاعو اللي راه فيها ويقوم بالمسؤوليه. والله الانسان الغشاش اصلا ديما يشغل باله كيفاش يوجد طرق جديده في الغش. هذا ما كان، بدل ما يشغل باله في امور الاجتهاد يعني والامور اللي هي فيها الصدق والاخلاص والعمل، لا، هو يشغل كيفاش راح نغش في الطريقه القادمه، كيفاش خصني ندير، وكيفاش نتعامل مع الغشاش الفلاني، وكيفاش كل اللي لازم يعاونني. هذه هي الامور نتعامل بيناتهم. اذا لما هاد الناس هادو يتغلغلوا في الوظائف، في المسؤوليات، في المناصب، في كل مكان في المجتمع، ويشدوا الاماكن تاعهم ويبقاو هما امامك، واش راح تنتظر من المجتمع هذا؟ راح تنتظر الازدهار والتنميه وتنتظر ان هاد الناس هما اللي راح يسيروا، هما اللي راح يديروا مشاريع، يعني حتى المشاريع اللي تجيهم وحتى الامور اللي يقوموا عليها تكون حتى هي نفسها قبل ما توصل لهم راه يفكروا كيفاش يغشوا فيها، لان هما قائمين على الغش. حتى ولو كان وزير اول الدوله تعطيهم مليارات وتقول لهم اودي ها واش غادي ديروا، واش غادي ديروا بدله، هما هذيك راه من البدايه يفكروا فيها ويجتمعوا وراهم يتفاهموا كيفاش غادي يغشوا، واش هي المقاول اللي غادي يجيبوه، وكيفاش غادي يختشوا الاموال ويزوروا الفاتورات وهذه الامور. هذا هو الامر. اذا واش راح تنتظر انت من المجتمع كيجبر هاد الناس في الامام؟ اذا هذه الاضرار او من بين الاضرار التي يعني قد تخلفها ظاهرة الغش، هي بصفة خاصة هي الظلم الاجتماعي. وناهيك عن أمور أخرى مثل بعض أنواع الغش اللي كنت تكررت عليها، اللي قد تؤدي إلى الهلاك، قد تؤدي إلى وفاة الناس، أو قد تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة. نذكر على سبيل المثال كما حدث في السابق القضية المعروفة في مطحنة فرندا. هذاك القمح اللي جابوه الإنسان اللي جابوه وطحنه في فرندا، والقمح هذاك اللي جابوه من أوكرانيا، هذاك غش ولا ماشي غش؟ جابوا قمح به أشعة نووية وطحنوها وعطوها للناس. ما هي الأضرار التي خلفت؟ زيد مثلا جيب الأمثلة كذلك على الناس اليوم هادو اللي راهم يستوردوا السيارات من الصين ويجيبوا أردل يعني آخر، حتى هم ربما يتكلموا مع المصنع يقول له دير لي أردل، الحاجة اللي ما تسواش عندك رخيصة صنع لي بها السيارة، ثم بعد ذلك يستوردونها ويجيبوها للمواطنين الجزائريين، وتبقى تلقى في الشوارع الناس الحوادث كل يوم بالمئات تمشي. ولأنها علاش؟ لأنها ليست موجودة لا تحمل الصفات العالمية للسلامة. هو ما يهموش الأمور، يهمه أنه يدير الأموال. هذا نوع من نوع الغش. ولكن شوف الأضرار، يوميا نشوفوا القتلى، يوميا نشوفوا الناس كيفاش تمشي بالعائلات، أطفال، نساء، شيوخ، شبان، يوميا. كذلك نضرب مثال من الأضرار التي قد تخلف هذا الغش. نذكر مثال الأجهزة التي استوردوها، التي هي تقوم ب يعني معالجة مرض السرطان. الأجهزة هذه اللي استوردوها من بلد أجنبي على ما أظن 48 وحدة، وداروها في مختلف الولايات، وهذا الأمر كانوا يذكره الإخوة على إذاعة وطني، وأن الأمر هذا كان يتطلب يعني حماية وجدران
تحمي لتسرب الاشعه من هذه الاجهزه، وبالتالي لم يستعمل ولم يقوموا بها. والان واش غادي ننتظر الاضرار اللي غادي بالمحيطات وبالمحيط اللي موجود في هذه الاجهزه؟ يعني كل هذه الاجهزه هنا هي كذلك على مثلا الغش الذي يعني نجده في ابسط الامور، حتى في العطريه، هذه العطريه اللي رانا نشريوها مثلا، واغلبيه الشعب الجزائري يعرف هذا الامر، تجد ان يعني في ابسط الامور في 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 في, في, في الفلفل الاحمر هذاك المطحون معروف، الناس يقول لك يزيدوا فيه الاجور، الاجور يدقوه ويطحنوه ويزيدوا فيه. انت الانسان كي تعطيه ياكل الاجور في العطريه، واش الاضرار اللي غادي تقدر تصيب هذا الانسان؟ والله تلقى واحد في تاع لاباتيسري هذيك عوض هو انه يدير الكوكا ويدير الحمص. نعم، هو مازال الى دار الحمص، ربما نقول الحمص راه يؤكل، ولكن يدير لك قلب اللوز عوض هو انه يدير، هو يسميه قلب اللوز، المفترض هو انه يكون باللوز، هو لا ما يديروش باللوز، يدير هذا زعما شغل كي وسمو يديروا بالكوكاو، هو يديروا بالحمص. نعم، والله مثلا كما هو معروف الان، فدائما يكون في مجال الناس اللي هم يغشوا في العطريه يقولوا في الفلفل الكحل هذاك في العطور هذاك المطحون يديروا فيه الاسمنت. اذا نشوف الناس وين وصلت، ما تشوفش المخاطر، انت توكل الناس الاسمنت، توكل الناس الاجور، وين وصلت الناس تفكر في هذه الامور؟ ناهيك على الامور اللي يجيبوها الاخرى اللي يجيبوها من الصين، حتى في الادويه. الادويه هي اللي من المفروض تعالج الامراض، ولا فيها يجيبوا لنا الادويه من الهند، الادويه من الصين، ادويه مستعمله في مخابرات سريه ويهلكوا في البشر ويهلكوا في الناس. في الالبسه الامر هذا معروف، هو يجيب لك قماش مخدوم بماده كيميائيه، الريحه طالعه منه نتاع البتروشيمي، مش عارف تدير على اللحم نتاعك، تدخل لك كل الميكروبات اللحم نتاعك، ويكتب لك عليه نايك ولا اديداس ولا لاكوست، يبيعوا لك بثمن باغي. ما ينظروش لهاد الامور، بقات يعني الغش ولا نظرك مثلا في القضيه نتاع الاعلام الالي، يعني تلقاه هو يدير لك اسم نتاع شركه، قال مثلا لامعه، شركه معروفه، او مثلا راهو الان صار فيه الترافيك، يعني الترافيك ولا تعيني عينك درك في الاعلام الالي، في البرامج، في كل شيء، يعني ما بقاتش يعني درك قال مثلا راها مختصه بمجال فقط معين هكذا، وانما عم الغش هذا يعني راهو مس كل القطاعات. نعم، هو انا كنت واحد المره لما وصل الغش حتى في الامور الاستهلاكيه، وهذا خطا كبير لانه يضر مباشره بصحه الانسان. كانت هناك طفله جزائريه شرات فقط يعني كريم، يعني من المواد الكوسميتيك المعروفه، وجربتها على وجهها، هلكتها وجهها، ضيعت لها وجهها كلها مثلا. هذا شكون الدلم تاع هذا الانسان؟ هذا اللي جاب هذه المواد مانيش عارف منين جابها، كانت ربما مرميه في مزباله ولا مش عارف وجابها. هل الامور تاع الغش هذه عندها خطورات، عندها هلاك؟ وانا نظن باللي الانسان اللي قام بهذا الفعل وادى بهذا الاضرار، سواء بهذه الطفله مثلا اللي ذكرناها او بامور اخرى، هو يعتبر مسؤول امام الله على هذا الامر. وبالتالي في المجتمع يعني الاضرار التي كذلك يقدر يخلفها ظاهره الغش هو كذلك انعدام التراحم ما بين الناس. تولي حتى واحد ما يرحم اخر، حتى واحد ما يتيق في الاخر، من هذا يعش في هذا، يوليو كالديوبه، هذا ما يتيق في هذا. نعم. تولي باش تمشي تشري حاجه دير 4000 حساب، وتولي كاين البغض، الكراهيه، الحقد كذلك، لانه الانسان الغشاش هو بالاساس عنده حقد في نفسه. يولي تنفق فقدان الصدق، فقدان الامانه، يعني تسنيد الامر الى غير اهله. وكذلك بعض الدعاه كذلك وبعض الوعظاء يقول لك باللي الغش هو طريق لحرمان اجابه الدعاء وحرمان البركه في المال والعمر. يعني كذلك هم يعتبروه معيار لنقص او ضعف الايمان عند الشخص. هذا ما الذي انا اقول في المجال. نعم. شكرا الاخ نوري. اخ نوري، شحال عندكم وسمو رمضان الفطور على شحال الساعه؟ احنا عندنا على 10 و15 دقيقه اليوم. راكم في نفس التوقيت اللي هنا في فرنسا؟ مانيش عارف، احنا المهم شحال عندك ساعه درك؟
لا التوقيت نفس التوقيت، ولكن حنا شوية جينا في الجهة لا الآن الغربية أقصى الغرب. الآن الآن شحال راه عندك الساعة أنت؟ دقيقة نشوف الساعة. أنا الساعة الآن بالتوقيت نتاع فرنسا راه 8:21 23 دقيقة أنا عندي. نفس 8:23 دقيقة. آه نفس التوقيت. نفس التوقيت. آه حتى العشرة واجه. 10:15 لأن آه. إحنا في أقصى الغرب نتاع إسبانيا آه. كله. ربي ربي يكون معكم بركة، ربي يصبركم من هذه السخانة هذه. راه عندكم سخانة شوية والله. لا الحمد لله ما كانش سخانة كثير. الأخ أمير شحال الفطور عندكم؟ راني نسقسي فيكم على جال البرنامج. هنا نفطروا على 10:15 اليوم إن شاء الله. 10:15 إن شاء الله. 45 دقيقة إن شاء الله. الأخ أمين في نفس النقطة هذه، واش يعني يقدر يتأثر يقدر يحصل من مضار يعني نتاع الغش هذا؟ الآثار تاع الغش آثار جسيمة وبليغة تقدر تدي تحصد أرواح تاع الآلاف الأشخاص. نعم. نعطيك مثال صغير. هذا وصار في الجزائر في 2003 2003 في الزلزال تاع 2003. نعم. تاع أبو مرداس. صحيح. رحت شوف احنا كنا نديروا الاكسبيرتيز ذاك العام ودرنا الديار وشفنا الديار، شفنا من الخروبة حتى برج البحري حقنا حتى أبو مرداس حتى الزموري. نعم. الديار اللي طايحين كاع من غش تاع لي زونتربرونور اللي بنا. غش سرقة وغش يعني غش بأتم معنى الكلمة غش. واش دار الغش هذا؟ اثار تاع الغش هذا الانسان اللي لونتربرونور اللي ما يخافش ربي اللي نورمالمون باش يدير الحديد تاع ال14 ولا تاع الساس يروح يدير الحديد تاع الديس ولا تاع الدوز ينقص لك في البيطون ينقص لك في الدوزاج تاع البيطون باش يربح زوج دورو وبعدين ومن بعد واش يصرى يحصد الالاف تاع الارواح. وكي تعود المؤسسات نتاع الدوله الاخ امير كي تعود المؤسسات نتاع الدوله هي تغش يعني مثلا السيما مفترض هو انك تلقى انت مثلا شركه قال مثلا سيما 50 كيلو المفترض هو انك تهزها تحطها في الميزان تلقى 50 كيلو ماشي تلقى 40. شوف انا شوف خويا نور الدين انا دوكا راني نتكلم بصفه عامه انا ما انا دوكا اللي غش سواء كان بريفي ولا في الدولة ولا من رئيس الدولة حتى لتحتها. نعم. الغش هذا راهو يعني ما رانيش نحدد انا فلان لا 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 انا راني نسال فيه قلت لك انا دوك انت كي قلت لي مثلا لونتربرونور تسمى كي وكي يكون الغش يعني انا السؤال يعني كي يكون الغش من الدولة يعني واش الاثار تاعو لانه الاثار تختلف من شخص لشخص ومن مسؤولية لمسؤولية دوك انت مثلا لما يغش رئيس بلدية مش كيف ما يغش رئيس جمهورية ولما يغش مواطن لما يغش مواطن والله امام في مسجد مثلا في قرية مش كيف ما يغش عالم ماشي كيف كيف صحيح خويا نور الدين انا نغشك انا نغشك كفرد نغش خويا نور الدين تكون الاثار غير في نور الدين ولا نغش ولا كانت عندي القدره باش نغش 10 عباد نغش 10 عباد معناتها ناذي غير 10 عباد فقط ولكن كي تكون عندي السلطه باش نغش شعبا باكمله هذيك راهي الطامه الكبرى راهي غش راه غش تاع يعني كل ما تطلع في ليشال تاعك في المنصب تاعك كل ما تزيد رقعة الضحايا تاعك يعني مثلا مثلا الأخ أمير قلت لي واسمه فيما يتعلق دائما بالغش احنا راضوك نحكيو على الأضرار اللي راح تنجم على الغش ناخذو مثال فقط اللي هو نوع من الأنواع اصبرني نوع من الأنواع نتاع الغش ناخذو مثلا الغش في التاريخ إيه؟ وش راح يترتب عليه راح يترتب آثار تاعو راح يهلك أجيال راح يتنوط على الكذب على غش على تاريخ مزور على أجيال ما تعرفش التاريخ تاعها على ناس يعني نايضين وتعلموا الكذب تعلموا تاريخ مغشوش تاريخ مزور يعني هذا الانسان اللي غش في البطاطا ولا غش في الامتحان ماشي كيما اللي غش في تاريخ هذا راه اثار تاعو راهي بالغه راه لك يعني اجيال واجيال في الدين في الدين مثلا تقرا اشياء هي لا اساس لها من
تقراها حتى في الكتب وتغرس هي مثلا في اطار تاع العقيده تاع الناس في المدارس، واش راه يتاثر واش راه يتاثر عليها واش راه رايح يصرى عليها؟ خونا خويا نور الدين، هذيك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها منذ 1400 سنه انه ناس كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيه طوائف، فيه اقوام ظلوا، فيه اكثر من 74 شعبه كلها في النار كما جاء في الحديث الصحيح. علاش ظلوا؟ لانهم تبعوا تغليطات وتبعوا تاع كذب تاع زيادات او نقصان من امور تاع الدين. لهذا خرجوا طوائف المعتزله، الاشعريه، الصوفيه، كل واحد كل فقه بما لديهم فرحون. هذوك يعني امور تاع الدين امور بليغه، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا. هذه هي الفتنه الكبرى اللي في الدين. يعني لو كان نكون انا نهلك نخسر دراهمي ولا نخسر دارنا ولا معليش، بصح تخسر الدين تاعك تروح لجهنم في فوريفر، يعني بور توجور خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. الانسان الفتنه والغش في الدين هذيك هي ليس بعده غش، يعني تخسر الدنيا تاعك وزيد تخسر الاخره تاعك. انا جو بريفير نخسر الدنيا تاعي وما نخسرش الاخره تاعي. هذا هو الانسان الانسان المسلم الحقيقي. المهم خليني نولي لك الموضوع الاول، النقطه الاولى اللي راح لك نبدا بها خويا نور الدين. الغش اللي شفناه في الجزائر تاع في الغش تاع البنيان هذاك، او حصد 2000 اقل شيء 2000 ولا 2300 شخص ماتوا، صح ولا لا؟ دوكا انسان كي من الاخطار تاع الغش هذا راك تدي ارواح، اذا ما ديتش ارواح تهلك ناس، تدي اموال تاع ناس. اذا غشيت في على باش انا في السلعه ولا راك تدي اموال تاع ناس، اموال تاع حرام ماهيش تاعك. اذا غشيت في امور يعني الغش هذا الاخطار تاعو تدي الارواح تاع الناس، تدي ممكن في الغش في الدين تدي الاعتقادات تاع الناس، تخسر لهم الدين تاعهم، تخسر لهم العقيده تاعهم. الغش في البيع والتجاره، تسلب اموال الناس، تاكل اموال الناس بالباطل. الغش في الاسره، الغش في الدراسه، غش في الاسره، غش في الاسره. مرات تلقى مثلا تنشئ العلاقه هذيك الزوجيه بين الرجل والمراه من البدايه نتاعها تنشئ على الغش. قال مثلا اما اصبرني برك اصبرني. الناس ولاو الناس ولات المراه تغش راجلها في نفسها، اصبرني. هي ماهيش فيرج تروح دير اوبيراسيون قبل شهر ولا شهرين قبل الزواج وتولي فيرج، تولي عذراء نورمال. اصبرني الاخ، الاف المرات من قبل. اخ امير اصبرني شويه برك. القضيه هذه نتاع المراه والرجل، تلقى مثلا مراه تكذب على الزوج نتاعها، تصور له الاهل نتاعها يعني كذا، تصور له نفسها كذا، المحيط نتاعها الى غير ذلك. او العكس، الرجل كيف هو تلقاه خاصه درك هذو الناس اللي راهم عايشين في الخارجه، في ربما في الداخل، ربما يعني نسبه كبيره نقولوا مثلا يقدروا يعرفوا بعضهم، بحيث هو انه قال راهم عايشين مثلا في محيط واحد، قال مثلا ولات ولايه واحده ولا ولات بلديه واحده ولا ولات قريه واحده، يعرفوا بعضهم. لكن درك الان في الخارج، قال مثلا واحد راه هو من سطيف يتزوج بواحده من عنابه، او العكس، او واحد مثلا قال من العاصمه يتزوج بواحده من قالمه، او واحد من تيزي يتزوج بواحده من المسيله الى غير ذلك. في الخارج ما عندوش هو الفرصه، على جال باش هو راهو رايح هو يتاكد من المعلومات هذيك، يا اما انه المراه تعطيها للراجل او العكس. تسمى ما كانش التاكد من هذيك المعلومات، وما كانش الفرصه. قال ربما على جال باش هو ينتقل يروح للمدينه نتاعهم، والله تجي ظروف هكذا تشوف مثلا في هذا راك عايش في الخارج وتعرف هذه المسائل. قال مثلا واحد يتزوج بوحده او وحده تتزوج بواحد، معلومات هكذا ما يعرفوش بعضهم مليح، يتزوجوا. هذوك خويا نور الدين، هذوك النتيجه تاعهم تؤول الى الطلاق وتؤول الى مشاكل كبيره شفناها ورانا نشوفوا فيها برسك يوميا. يعني هذا نوع ثاني من الغش، هذه نتيجه من الغش. ما هذه اقل شيء
غشوك في مرأة ولما ديتش المعلومات يعني اللازمه عليها تقدر تبدلها، ولكن الانسان اللي غش في حوايج واحد اخرين، اللي غش في 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 ارواح البشر، اللي غش في تاريخ الجزائر، اللي غش في مستقبل الجزائر، هذاك واش يكون الحساب تاعو. انا هذه اليوم ما عجبتنيش مرأة من الصيف نديها من الكلمه عادي، ما عجبتنيش الكلمه نديها من الورد. بصح اللي غش الشعب كامل، اللي طلع بنتائج بانتخابات مزوره، اللي زور تاريخ الجزائر، هذا كيفاش راح يقابل ربي؟ هذا شوف النتيجه تاعو جسيمه، ما انتهاش حدود قايتي. شوف نعطيك مثال خويا باش ما نطولش عليك خويا نور الدين، نعطيك مثال فقط وقيس على ذلك. انا شخصيا حاولت وسييت، رحت عند وحده انجليزيه تشتغل في بيرو في اوفيس. نعم. قلت لها حبيت الاستدراج، حبيت نقول لها باش نجوز دوسي تاع واحد، على كل حال كنت حابس ما فايفر اسمه رونديرو سيرفيس، هو على كل حال حكموه الاخرين، حبيت نعاونو، حبيت نستدرج هذه الانجليزيه. قلت لها كيفاش تجوز له الدوسي تاعو. والله 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 غير الخوف اللي بدا على وجهها اكثر من اللي نورمالمون انا اللي نخاف هذاك الخوف، خافت وقالت لي بالك زيد عاود الهضره هذه، قالت لي نروح انا ودارنا والمورغيش تاعي وعائلتي كلنا نروح. شوف هذه غير فقط محاوله، انا فقط بالكلام. تروح الجزائر وتشوف، تدخل لاي بلديه، ابدا من المطار تروح تشري. أه؟ ابدا من المطار وروح تسمى تاع المطار يتلقاك تما واش كاش قرعه ريحه. شوف هنا يخافوا العقوبه، يخاف هنا، يخاف على روحه. في الجزائر ما يخافش باسكو ما كاش كل يعاقبوا. انت تروح، انا واحد، انا كنت ندخل لاميري ما نديش لاشر، روح نشري، روح قلت لك نشري، وانا نعرف واحد يعطيني اكسر ديزونس فيش فاميليا فارغين كاشين كلش، نخرج نديها نعمر الاسم لينا. انا هذه انا كنت نديرها، انا ماشي كنت نديرها، كنت نروح ما نحبش ندير لاشر، ندخل عندي واحد اللي دعمتي يعطيني هادو، نسحق هادي وهادي يعطيهم لي فارغين، نقول لي امر واش حبيت. زين هذه شوف مانيش نقول لك حاجه هذه نفتخر بها ولا حاجه مليحه، باش نتفاهموا نكونوا واقعيين. نعم نعم، رانا ننقلوا في اشياء اللي راها تحدث في المجتمع على جل باش الناس تاخذ الاحتياطات تاعها. مثال فقط من الارض الواقع. هنا في بريطانيا عندهم في قناه من القنوات الارضيه من 24/7 24 ساعه ل 7 ايام، وهما يوروا يعني الهاتف تاع القناه هذيك توري لك كل انواع ترافيك من الليل من الايروبول حتى الحوانت الداخل، الدخان واسمه الشراب حاشاكم كل شيء، الفارس وهذا يعني الماركات العالميه، الريحه، كل الاشياء اللي تتباع اللي تخسر لهم الاقتصاد تاعهم يوروها لك، باش انت هذه داخله حتى في الحرب النفسيه، انت اذا سولت لك نفسك تشوف غير في اللاشين هذه كيفاش يتحلبوا لهم، كيفاش يفيقوا لهم، تخاف انت تشوف فقط هكذاك، تخاف ما تسولكش نفسك باش دير امور كيما كيفاش يفيقوا لهم، وكيفاش يقول لك هذوما الناس راهم خطر على الاقتصاد تاعنا واقتصاد تاع اولادنا والفيوتشر تاعنا وفيوتشر تاع اولادنا. الناس كيفاش تحارب الغش في الجزائر، يشيعوا به ويفرحوا به ويزيدوا له في الكراد ويطوروا ويوروا في التلفزيون ويفتخروا به وتولي عنده هضره وعنده قيمه وعنده كلش، يعشي وزير وربما حتى يعشي رئيس. فرق شاسع خويا العزيز. نعم، شكرا الاخ امير، بقاو لنا نقطتين الاخ نوري نختموا، ربما نخليوا الاخوه يروحوا يفطروا. الاخ نوري دوك الشيء هذا اللي قدمناه هذا كاين اشكال، كاين خلل وين راهو؟ يا ترى خلل راهو في النظام هو اللي جاب كل هذا الشيء اللي راهو حاصل في البلاد، يا ترى الخلل ايضا في الشعب دوك راهو كاين حديث يعني اللي راهو شائع في الاوساط نتاع الشعبيه، قلنا هالمرة اللي فاتت في أحد البرامج ونعود نكررها، كيف ما هذاك المسلسل الفيلم هذاك نتاع عثمان عريوات كيف ما جاي مد في الدراهم هذيك للممثلة هذيك، قال بدات هي تريكلامي قالت لها انت صغيرة تدي دراهم صغار،
درك يعني اسقاط على هذا الواقع اللي رانا عايشينه في الجزائر. كاين اللي راهو يقول لك باللي شعب يستاهل هو رئيس هذا، يستاهل هو الوزير هذا، يستاهل هو المدير هذا، شعب هو هذا، هذا واش اللي يليق له هو. راهو كاين اللي راهو يضحك على بن غبريط، هو راهو يستاهل بن غبريط، يضحك على خالد التومي، راهو يستاهل هو خالد التومي، شعب هو يستاهل هذا. هل ترى الخلل هو راهو في الشعب؟ هل ترى الخلل في هذا النظام؟ هل ترى الخلل في هذه الوسائل نتاع الاعلام اللي راه درك هي كاين درك اللي راك تشوف فيها برامج مسروقه؟ هاك تشوف ما عندناش اسبوع والله اعلنا على برنامج خطفوه في الهواء، برامج مسروقه، فيديوهات مسروقه، صور مسروقه، افكار مسروقه، خلل في الاعلام. اعلام ما راهوش يقوم بالدور نتاعو في التحسيس وفي التوعيه ويدير برامج اللي تستنهض الشعب، وبرامج اللي هي تحارب الشعوذه، وبرامج اللي هي ترفع من الهمه نتاع الشعب وترفع الوعي نتاع الشعب. يا هل ترى الخلل في الدعوه؟ الدعاه ما راهمش قايمين بالواجب نتاعهم كما ينبغي من خلال استخدام العقل. قال مثلا قاعدين يربيو في الناس هما فقط على السمع والطاعه، امشي ما تتحركش، امشي ما تهزش شواربك لا يطيح عليك شهاب، ما تدورش راسك لا تطيح عليك السماء، ما تعطسش لا تحرك بيك الارض، وهكذا. يا هل ترى هو نحاول ان نبالغ انا شويه على جال باش توصل الرساله. المشكله يا هل ترى راها في الاسره، الاسره هي ماهيش مبنيه على الصح، الاسره اسست على الغش واسست على كذا. خلل وين راهو؟ ولما نحدوا الخلل وين راهو نقترحوا الحلول، وش هو الشيء اللي لائم الجزائر على جال باش نحاربوا هذا الغش اللي راهو زايد هو يستفحل، وراه ربما مدي البلاد، هو انه تصير الناس عايشه في الحرام كلها. نعم، شكرا حنوتي. هو في الحقيقه الموضوع هذا، موضوع الغش، بما انه يعني يمس عده جوانب، يعني فيه عده انواع، يعني كل نوع اللي كان الان نزيدو ناخذوه نديرو عليه حصه ونتكلموا عليه، وهو في نفسه فيه يعني كلام وفيه تحليل وفيه خلل وفيه وفيه وفيه. فمثلا احنا الان لو نرجع شويه الى الوراء حتى باش يعني تكون عندنا الصوره واضحه، نرجع مثلا الى 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 62 ما استقلينا، مثلا نشوفوا كيفاش كانت انواع الغش اللي كانت دور في الوقت هذاك. من المفروض كانت، ما نقولوش ما كانش، يعني الغش كان موجود، ضروري يكون موجود لأنه دائما موجود، ولكن أنا نظن كان ربما لا يظهر، ربما يسمع به واحد مانيش عارف في أيام من الأيام في نوع يعني ضئيل جدا، وربما اللي مانيش عارف ربما مرة في السنة ولا في الشهر ولا في 3 شهور، هكذا كانت الأمور. ربما ظهرت من بعد، جاءت الغش نتاع المجاهدين اللي هم الكذابين وبقوا يسجلوا نفوسهم، الأغلبية نتاعهم كانوا حركة وكذلك هادو ما تكلمناش عليهم، وسجلوا رواحهم وصبحوا مجاهدين، وصبحوا هم يأطروا وينصبوا ويقسموا الثروات ويديروا وإلى آخره. إذن هاد الظاهرة نتاع العيش الآن إلى نجيو نعرفوا الخلل وين راه موجود، هو مثلا إذا خدينا جانب معين أو نوع معين، مثلا في غش البيع والشراء، في غش الانتاج، في الغش اللي يمس هذه الامور هذه، مثلا الخلل يرجع بالدرجه الاولى الى المراقبه، الى القانون، ما يتطبقش القانون، ما كانش الجهاز القائم العداله والناس اللي يقوموا على التحقيق، النيابه غائبه، نائمه، مش غائبه، نائمه، يعني ما موجوداش خلاص في هذا الامر هذا. يعني كم كان تدخل يعني الكونتينر اللي كانوا يدخلوا نتاع السلع، كنا نشوفهم يدخلوا بالحجر، راكم شفتوهم في الاخبار، الناس تخرج الاموال نتاع الجزائريين، تخرجها للخارج تهربها وتدخل الكونتينر معمر بالجرافيل وبالحجر. وبقى الغش يعني وصل لهذه الدرجه، واش مقاس من درجه اكثر من هذا الشيء هذا؟ ومع ذلك تلقى لا يعني ما كانش يعني جهاز قضائي، هما يقولوا في الظاهر فيه يعني كذا، بصح ما كانش، لكن لا تحقيق لا قال فلان، ما يوصلوا حتى النتيجة. لأن علاش؟ لأن الغش هذا ولا يمس كل الأطراف،
الدركي الجمركي الشرطي المسؤول مدير الديوان مدير كذا، عدنا معنا كلش. وانت لما يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، يعني انت واش راح تنسى؟ الغشاش غادي يداوي لك الغش، من المستحيل. هو راه يسعى كيفاش يوجد طرق اخرى باش يغش بها، ما تستناش منه كيفاش يعالج لك الغش. فبالتالي هو الخلل في الحقيقه يختلف من نوع الى اخر. مثلا اذا تكلمنا على الغش في مثلا في النصيحه، هذا الامر قد يجتهد فيه او الخلل موجود في بما يسمى بالناس اللي هما قائمين على او بما يسمونه برجال الدين، الناس اللي نشطوا في الميدان، ما 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 تسمعش يعني او تسمع يعني كلام قليل اللي يدور حول هاد القضيه. من منا مشى مثلا الخطبه الجمعه او سمع امر او وعظ في هذه القضيه نتاع النصيحه والغش في النصيحه والاهميه النصيحه، مع انه يقول ان الدين كله هو نصيحه. اذا هذا النوع من الانواع. مثلا اذا مشينا مثلا للانتخابات، انت تعلم ان الانتخابات فيه غش كبير، والغش الكبير اللي وقع هو اللي مثلا معروف اللي ينتخبوه رجال العسكر عندنا في الجزائر. هذه قضية يعني لازم يترقوا لها ويتكلموا فيها. علاش فقط في الجزائر لما تكون انتخابات يعني الجيش ينتخب في السكنات؟ هذا معمول به فقط عندنا، ما معمولش في الدول الأخرى. علاش ما يكونش هو هذا الرجل العسكري، علاش ما يمشيش مثله كما الناس ينتخب في يعني فين ينتخبوا جميع الناس مثل مواطن عادي؟ هذا أمر كذلك يدخل في هذا الأمر. إلى خدينا مثلا في الكيل والميزان، مثلا كما كنت تحكي وتلقى الشكارة نتاع الإسمنت أو الشكارة نتاع الأرز كاتب لك عليها 50 كيلو، ولكن كي توزنها تلقى 45 ولا 48. هذه هنا فين راه المناقبة؟ مع الرغم أنه فيه الدولة مخصصة ناس، عندها ناس مخصصات فقط للمراقبة نتاع الإنتاج والسلع وهذه الأمور، وين راهم؟ لأنه هما أصلا غشاشين كذلك. يعني لذلك هاد الأمر هذا نتاع الغش هو الخلل، ما نقدروش نحدوه في نوع في 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 جملة واحدة. هو يختلف من نوع إلى آخر، هو موجود في الشعب كله. يعني أنت مثلا في الشارع، في المقاهي، في كل الأماكن العمومية، جبر الغش يعني عيني عينك في كل الأمور، الصديق مع صديقه، الجار مع جاره، المار مع اللي تلاقى معه، مر معه يشوفوا كيفاش يغشوا في كاش يبيع له حاجة كما يعرفوا الجاي ما كما تمتمي يقولوا يطير به كما يقولوا. هالأمور ولات معروفة عندنا. إذن هذا الأمر راه موجود، هذا الخلل موجود في كل شيء. لأن أولا الغش هو خلق، هو خلق يتعلق بالنفس البشرية، وما دام يتعلق بالنفس البشرية هو بالضروري يكون موجود في أي إنسان، سواء كان إنسان مواطن عادي، كان موظف، كان رئيس، كان مش عارف وزير، كان جنرال، كان شرطي، كان عسكري، كان حاكم، كان قاضي، كان أي في أي مكان كان. بالتالي الآن باش نختم الكلام ونمر إلى الحلول. الحلول كذلك هي ليست بالسهلة، قد يعني نقدر يعني نبدأ كبداية كمرحلة أولية بصرامة العدالة، لأن العدالة تقدر تحد من هذا الأمر هذا بجدية ويعني تحد بكثير. يعني لو كانت هناك جهاز عدالة يعني يقوم بالوظيفة الحقيقية نتاعو من الشرطي أو الجمركي إلى مرور بالنيابة إلى القاضي، يعني كل يقوم بهذه الوظيفة بمحاربة كل ظاهرة من ظواهر الغش، سواء كانت في غش البيع والشراء أو السلع أو ما شابه ذلك، لحد ذلك هذا الأمر. لأن هذا الأمر الآن خاصة في غش السلع والإنتاج هو موجود حتى في البلدان المتقدمة، ولكن هناك محاربة له، هناك جهاز يحاربه حتى يحد من انتشاره. لأنه لو كان محاربوش لو كان أصبح يعني سمره موجود في الجزائر. وكذلك هناك الواعظين، هناك أرباب الأسر، كذلك هناك الإعلام كذلك لازم يلعب دور كبير. أنت لما تجبر الآن الإعلام
هو الذي يقوم بالغش في جميع المجالات في جميع الأمور. إذن واش راح تستنى انت من هذا المواطن؟ هو راه يشوف يعني السلطة الرابعة واش راه دير. إذن المواطن ما تنتظرش منه هذا الأمر إلا من رحم ربك، الإنسان اللي هو واعي وعارف الأمور ويعرف يخطو الخطوات نتاعو. هذا ما الذي أنا أقول الأخ نور الدين وأختم كلامي. نعم شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ أمير لبقاو سؤالين. بارك الله فيك خويا نور الدين. واش نقول لكم انا؟ نقول يعني النقطه الاخيره اللي ذكرها الاخ انك الوعظ والنصيحه، انا باللي هي صح توعظ الناس حاجه مليحه، لا ليحقرن احدكم من المعروف شيئا، صح ما لحقروا حاجه مليحه، ولكن انا نشوف باللي الغش هذا ما راحش يتزعزع كي تنصح الناس ولا كي توعظهم، والله ما راح يدي والله ما راح يبدلوا. يعني الحل الوحيد للسرطان الخبيث هذا اللي يفسد المجتمع الجزائري ويفسد المجتمعات كلها، المرض هذا، الآفة الاجتماعية هذه تاع الغش، الحل معها الوحيد هو العقوبة الصارمة، هي العقوبة الصارمة اللي تحبس وتردع الناس هذو متاع الغش. لو الناس هذو ما يعرفوا بلي فيه عقوبة رادعة والله ما يخدموا الخدمة هذه. نعطيك مثال فقط بسيط، شوف الناس انا نشوفوا لي زاكسيدو، اكبر دولة فيها حوادث السير في العالم هي الجزائر، المرتبة الثانية ولا الاولى لما المهم في المراتب الاولى، الناس راهي تموت في حوادث المرور. علاش تروح انت تجوز البرمي؟ انا نهضروا بامثلة من الواقع. نعم كي تروح تجوز البيرمي واش يقول لك في الجزائر؟ واش يقول لك؟ يقول لك تحوزوا غارونتي ولا تجوزوا نورمال؟ بالك ما كاش اللي ما سالوش السؤال هذا انا واحد سالوني اسكو تجوزوا نورمال ولا غارونتي؟ غارونتي ما انت زيد لك في السعر وهك تعرف غش ويعطي لك البيرمي وتجوز وانت ما باش كيفاش تسوق؟ ما تسوقش كاع، ما تعرفش كاع كيفاش تسوق، ويعطي لك البيرمي عادي وتروح تقتل الناس ويقول لك ساهل تتعلم تسوق. ساهل ايه تعلم تسوق؟ صح تعلم على حساب جثث الموتى اللي راك تقتلهم في الطريق. هذه هي يعني الغش هذا. لو كان فيه ناس يعني كما قال الاخ، حتى القاضي هو اللي يواسي، هو اللي نورمال، ولا الرقابه هي اللي يعني هي اللي تحبس الظاهرة هذه، وهو ما مخشوشين وهو ما طالعين، يعني هو الخصم هو الحكم، يعني تسمى الكونترولور هو في ظرفه غشاش، هو مخشوش. انت دوكا نعطيك اكزامبل صغير، في اي مطعم هنا، في اي مطعم في بريطانيا ما كاش مطعم ما يدخلولوش هذوك الانسبكشن الهيلث انسبكتور، هذو اللي يدخل مراقبين تاع النوعيه والجوده تاع الكواليتي، هذا يدخلوا والله وتكون وليد الملكه، والله غير يتقلبوا لك يدخلوا كاع باط وين كاين وسخ يدير القول وسخ يعطوا الكورنينغ الانذار الاول ثاني ثالث، يولوا ماشي من نيتواي ما كاش سونو لي راجل نورمال تاع لا بروبريتي يغرقولك. انت في الجزائر يجي لك، انت عندك مطعم في الجزائر يا ولو كان الفيران وما لاباش واش كاين لداخل مسخ معفون كاع، نورمال يدخل تعطي له تخلص له هذاك العشاء تاعو ولا ما لاباش تعطي له مصروفه ويروح في حاله وانت في حالك. هذه شوف يا خوتي، انا باش الانسان يكون واقعي وما يكذبش على روحه، الفساد هذا ماشي غير الغش في الجزائر، في كل آفات الاجتماعية هذه سببها الأول والأخير هو نظام فاسد متعفن عايشين في العفن في الفساد في الكوروبسيون سور تو لي زيشال. الحل الوحيد تاعها التغيير الجذري، تغيير جذري في الجزائر. والله ما رانا راح نتسقموا ونبقاو 1000 سنه هكذا ما نتسقموش ولا نخلصوا. ولكن الاخ امير انا راني معك، لكن السؤال اللي راه يطرح روحه بحكم هو انه احنا رانا نتحدثوا على التغيير، يا هل ترى المفسدين الغشاشين اللي راهم هما ساهموا في وقت سابق في التزوير، ساهموا في الغش هذا بطرق مختلفة، يا هل ترى هذه الناس هما اللي يديروا التغيير؟
امبوسيبل. شكون هما اللي يديروا التربيه؟ امبوسيبل. الانسان الشريف هو اللي ما يحبش الفساد، هو اللي ينطلق بالمبادره. الانسان النظيف هو اللي يروح ينقي، ماشي الموسخ اللي يروح ينقي. ولكن دوك راهم موسخين، راهم درك موسخين. اسمح لي اسمح لي، راهم درك ناس موسخين. راك تعرف درك باللي احنا رانا في وسائل الاعلام، ما راناش كيما نقولوا مثلا درك مثلا تروح للبلديه وين راني نسكن انا تحكي لهم عليا، تلقى ناس يعرفوني معرفه شخصيه يعطيولك كيما نقولوا لمحه على الشخص تاعي والله على العائله تاعي. احنا درك رانا في الانترنت، رانا في الانترنت، تلقى درك ناس موسخين راهم درك هما يدعيوا في الشرف ويوسخوا في ابناء الشرفاء ويوسخوا في ابناء العائلات. صحيح. وفي الاعلام كيف كيف، الاعلام درك شكون اللي راهم حاكمينه؟ راهم حاكمينه الناس اللي راهم عندهم الشرف، راهم الناس حاكمينه الناس اللي حاكمين الغش، اللي راهم هما يجيبوا في ناس يصنعوا منهم باحثين ويصنعوا منهم خبراء ويصنعوا منهم محللين ويصنعوا منهم كذا، وفي المقابل الشرفاء هذوك راهم مخزونين، واحد ما يسمع بهم، واحد ما يعرفهم. اكتب الشرفاء هذو المخزونين هذو ما هما اللي يتلاموا الاولين قبل ما يتلاموا الناس الفاسدين. نقول لك علاش، نقول لك الساكت يتلام على السكوت تاعو حين الوقت اللي يعني في الوقت اللي لازم يتكلم وما تكلمش. الشريف هذا والنظيف والنقي اللي في وقت الكلام ما يتكلمش، هذا هو اللي يتلام الاول. باسكو علاش انت شريف راك تشوف الظلم، علاش ساكت؟ الناس هذوما الناس اللي راهم انا هذوما اللي نلومهم الاولين يا اخي نور الدين. باسكو في الجزائر نحبوا ولا نكرهوا مش كل الشعب فاسد، الشعب تاعنا الحمد لله. انا ما نلومش الكفار هذوما كيغشوا، حتى الغش تاع عند الكفار، ولكن احنا شعب مسلم ونعرفوا باللي من غشنا فليس منا، ونعرفوا باللي اكل الناس بالباطل حرام، ونعرفوا باللي كاين جنه وكاين نار. احنا شعب محافظ، احنا شعب مسلم، ما ينبغيش يكونوا فينا الافات الاجتماعيه هذه. وما راناش نقولوا باللي كل الشعب تاعنا باللي فاسد، لا فيه شرفاء نحبوا ولا نكرهوا، مازال كاين رجال، وهذوما الرجال اللي رانا ندوكا ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا ويسمعوا فيك ويسمعوا في الاخ ان شاء الله. هذوما الناس هما اللي يديروا المبادره الاولى والخطوه الاولى، ويقولوا كما يقول المثل الجبال من حصى، حجره من عندك وحجره من عندي وحجره من عند الاخ، نديروا جبل ونبدلوا الفساد اللي راهو فينا. ما راهوش حاجه يعني، مهما استغول الفساد اللي راهو في الجزائر والله غير ضعيف، لداخله ضعيف، مهما كثرت القوه تاعه ولا غير داخله ضعيف. انسان واحد فقط يصدع بكلمه الحق والله غير يريب عروش الباطل كلها. نعم، هذا واش حبيت نقول لك. بارك الله فيكم، بارك الله فيك على الحصه تاعك. شكرا اخي امير، وشكرا الاخ نوري. اذا الاخوه والاخوات، كان برنامج مفتوح، كانت ندوه مفتوحه حول الغش. أتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذا النقاش الصريح. في نهاية هذا البرنامج أود هو أن أذكر الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا الإذاعة نتاع وطني. كنت أعلنت منذ مدة حول برنامج جديد اسمه الأستاذ. هذا البرنامج كنا تحدثنا عليه في برنامج سابق كنا نديره على الإذاعة نتاع وطن اللي اسمه الحنين، نظرا لظروف شخصية مريت بها توقف هذاك البرنامج. هذا البرنامج نتاع الأستاذ هو خاص بالأساتذة، على جال باش نديروا لهم لفتة في الحياة نتاعهم، مش كيف ما مولفين يديروا. قال لما يموت أستاذ يكرموا العائلة نتاعه، أو ربما لما يخرج من التقاعد يديروا له مانيش عارف انا كادو ولا كذا. حابين من خلال هذا البرنامج يكون هذا برنامج اسبوعي، اي شخص يحب يشارك في البرنامج يتفكر الاستاذ نتاعو كاش واحد منكم من الناس اللي راهم يسمعوا فينا، كل واحد يدير تكريم للاستاذ نتاعو ويجيبوا للاذاعه نتاع وطني ونديروا له برنامج، يا اما انه يتحدث هو والاستاذ نتاعو، والا نكون انا منشط ننشط البرنامج ونطرح لهم اسئله في اثنين، التلميذ والاستاذ نتاعو. كل واحد يحب الاستاذ نتاعو لا يهم من يكون عربي او غير عربي،
جزائري أو غير جزائري لا يهم، المهم نتاعنا احنا من خلال البرنامج هذا هو أنه يكون هذا البرنامج يهدف إلى اللحمة، يهدف إلى الأخوة، يهدف إلى كسر الحواجز النفسية، يهدف إلى الاعتراف بالمجهودات نتاع الأستاذ، لأنه لولا الأساتذة اللي قراونا، لولا الأساتذة اللي علمونا ما وصلنا احنا لهذه المستويات، خاصة الناس اللي راهم موجودين في الخارج ربما يكون عندهم تأثير أكثر، خاصة إذا كانوا راهم في يعني أماكن مشهورة أو أماكن معروفة وراهم في قال رتب يعني عالية. ماذا بكم على جال باش جيو تشاركوا معنا في هذا البرنامج، حتى باش إن شاء الله من خلال هذا البرنامج رانا نصنعوا الكثير. هذه ما تحتاج لا المسيرة ولا المظاهرة ولا تخرج ولا تعيط ولا ولو، برنامج فقط فكري ثقافي رايحين نغيروا الكثير، وإن شاء الله كيف ما كان يقول الأخ أمير حجرة حجرة إن شاء الله نصنعوا جبال وقطرة قطرة نجري أنهار. إذن كان البرنامج تاعنا اليوم هو حول الغش، أتمنى هو أنه رانا ما كناش غشيناكم، رانا ناقشناكم يعني بكل واقعية، نقلنا لكم أشياء من المجتمع راكم عايشين عليها وراكم مشهودة عليها. نتمنى إن شاء الله هو أنه رانا أفدناكم. نلتقي إن شاء الله في الأسابيع القادمة، بإمكانكم هو أنه تقترحوا برامج، بإمكانكم هو أنه تتواصلوا معنا عن طريق سكايب راديو وطنية، عن طريق الصفحات الموجودة في الفيسبوك على اليوتيوب، وإن شاء الله شيئا فشيئا نعملوا المستحيلات. نلتقي إذن الأسبوع القادم، صحة لفطوركم وربي يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.